بكم من باريس المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، ونعود معكم في هذه فعالياتنا المستمرة منذ 5 سنوات. نرحب في هذا اللقاء والذي خصصناه حول الرواية القصيرة جدا، هذا النوع الأدبي والذي يعني بدأ النشاط الكبير جدا حول هذه أو هذا المصطلح، هذا النوع الكثير من الأشياء. وفي الحقيقة نحن نرحب الآن هنا أيضا بالأستاذ الكبير، الأستاذ الأديب الكاتب العراقي حميد الحريزي. طبعا أنا ما بدي أدخل في تفاصيل كثيرة جدا استحدثت يعني مؤخرا، ولكن اعترافا بالحق فالأستاذ الكاتب حميد الحريزي كان سباقا حول مصطلح وحول هذا النوع الأدبي اللي هو الرواية القصيرة جدا، وقد سبقنا بمسافات طويلة وبسنوات طويلة. وفقط للتذكير بدون أن أذكر أو ليس يعني طبعا هدف هذه الندوة هو الوقوف مع هذا النوع الأدبي، الوقوف مع جهود الأديب الكاتب الباحث حميد الحريزي، فتح باب النقاش حول هذا النوع الأدبي. نحن هنا لسنا ضد أي مبادرة، ممكن أن تكون هناك مبادرات جديدة وتوجد مبادرات جديدة جدا، وربما أنتم تابعتم أيضا أن في شهر ديسمبر كنا قد أو أنا من شخصيا شاركت في ندوة حول الرواية القصيرة جدا أقامها منتدى أو فوروم كناية، وكنا في ذلك الوقت حقيقة حتى الأستاذ سمير بيا موجود معي، نظن أن هذا المصطلح جديد ولم نكن نعرف بتجربة الأستاذ الأديب حميد الحريزي. وعندما بدأنا نتعرف على الأستاذ حميد الحريزي بدأنا نعي أيضا أكثر حول هذا المصطلح. إذا في البداية دعوني أن أرحب بالصديق العزيز الأستاذ الأديب كاتب العراقي حميد الحريزي. أستاذ حميد نرحب بك ونرحب بكل الضيوف، الأستاذ راسم الجميلي، سمير بيا، الناقد حمدي العطار، الأستاذ جمعة عبد الله، إخلاص جبرين، والأستاذ ضحى، وكل من سيلتحق بنا لاحقا. أستاذ حميد تحياتي، أرجو أن أعطيك فرصة لتحية الأصدقاء الموجودين معنا، ولك في البداية يعني أن نبدأ. طبعا ستكون لك الحديث، ترحب بالأصدقاء في البداية باختصار شديد طبعا. يعني نحن في المنتدى العربي للأسف لا اهلا نقدم وسهلا، مرحبا. الذاتية الكبيرة لكل مبدع، حتى ضيفنا لن نقدم كل سيرته الذاتية، لكن له الحق في البداية أن يتحدث عن نفسه بشكل بدقيقة واحدة، يعني دقيقة واحدة ثم ندخل في الموضوع. تحياتي فتفضل أستاذ حميد، تحياتي أعطيك مثلا 10 دقائق تتحدث ثم نبدأ نتناول مع بعض الأصدقاء، إذا كانت هناك أسئلة، كانت أطروحات حول حميد الحريزي، حول ما يكتبه حميد الحريزي، حول هذا النوع الأدبي خاصة الذي نحن اليوم بصدد النقاش عليه. تفضل أستاذ حميد، المايك لك. شكرا جزيلا، السلام عليكم. تحياتي، أولا أبدي شكري لكم لهذه المبادرة الرائعة، ولك شخصيا أستاذ حميد لكونك مبادرا في دعم هذه النوع من الرواية القصيرة جدا أو هذا النوع الأدبي. أرحب الأحبة الحضور، أصدقائي وأساتذة من غير العراق، وأهلا وسهلا بهم في هذه الأمسية الرائعة التي ازدهرت وستعنى وتثمر بوجودي. أنا حميد لك الحريز من العراق، من مدينة نجد، عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، عضو نقابة الصحفيين العراقيين، رئيس تحرير مجلة الحرية، وعضو الكثير من المنتديات والمواقع الأدبية والفكرية الإعلامية العراقية وغير العراقية. لي أنا كاتب رواية، لي 3 روايات طويلة اسمها محطات العربانة وكفاح والبياض، طبعتها الأولى في القاهرة والطبعة الثانية كان كون من 600 صفحة. لي مجموعتين قصصية، قصة قصيرة وقصة قصيرة جدا، طلعت من قبل اتحاد الأدباء في والاتحاد الأدباء والكتاب في العراق. لي 5 مجاميع شعرية، 5 مجاميع شعرية، مشاهدات مجنون في عصر ونمس وجاح
لا يعني، ومن أقوال الحكيم الحافي ومسرطين آخر هذه المجاميع. عندي عدة كتب نقدية، 5 كتب نقد أدبي، وفي لي موسوعة حقيقة متفردة في العراق حول الرواية في النجف خلال 100 عام، منذ 1930 إلى نهاية 2003. تناولت فيها أكثر من 20 رواية من النجف، وكل الروائيين النجفيين الشرحي والتفصيل والنقد. أيضا لي العديد من الكتابات في مجال السياسة والفكر أيضا. أما مسألة الرواية القصيرة جدا، فقد بدأت بها أولا دون أن أوصفها بالرواية القصيرة جدا. كانت أولها هي رواية أرض الزعفران. رواية أرض الزعفران كتبتها في سنة 2013، وقد شاركت بها دار حروف منثورة المصرية في مسابقة للباقي العربي، ففازت في الثاني كرواية قصيرة. كتبتها برواية القداح الحمراء، والروايتين طبعت ونشرت إلكترونيا من قبل دار حروف منثورة، ومثبتة موجودة على المواقع وفي موقع دار حروف منثورة. بعد رواية الهول، حقيقة بعد كتابة هذه الرواية في 2015 بدأت أفكر، هذه هي أكبر من قصة لكنها أقل من رواية قصيرة في كتابتها. فتبادر لذهني موضوع القصة القصيرة جدا. فعندما تقول لدينا رواية قصيرة جدا، لماذا تكون لدينا رواية قصيرة؟ نتيجة للظروف، وخصوصا في العالم الحاضر، عالم السرعة، عالم الاختزال، عالم التكثيف. فلذلك نظرت للرواية القصيرة جدا. في بالضبط نشرت مقالة في جريدة الزمان في سنة في 15/3 2015 في جريدة الزمان العراقية. طبعت أول مجموعة باسم رواية قصيرة جدا في سنة 2019 من 4 روايات، هي أرض الزعفران والقداح الحمراء والمقايضة ومجهول. وهذه الطبعة وهذه المجموعة طبعا موثقة في كتاب، وموثقة في دار الوثائق والكتب العراقية سنة 2019. الآن أكملت مشوار كتابة الرواية القصيرة جدا، نظرت لها أكثر من موضوع وأكثر من دراسة، وأصدرت عام 2024، صدرت عن دار رؤى طبعة جديدة منقحة جديدة من روايات قصيرة جدا، مؤلفة من 5 روايات، زيدت عليها رواية جديدة هي رواية مذكرة. هذا مختصر ما أتكلم حول تاريخي ومنجزي الأدبي والشعر. شكرا لكم حياتي، وأهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا لأستاذنا العزيز على شكرا هذه لك. الخلاصة حولك. طبعا أستاذنا العزيز، هناك الكثير من الأسئلة حول الرواية القصيرة جدا، أنت حاولت أن تختصر لنا أن نحن هنا مع نوع أدبي هو أقل من الرواية، ولكن فيها كل العناصر كما وضحت، القصير خاصة في منشوراتك الأخيرة كنت هناك في تأكيد كبير جدا حول هذا النوع الأدبي. سأذهب معكم إلى جولة وأعود إلى الأستاذ حميد، لكن ممكن أعطيك 3 دقائق، 3 دقائق أعطيحنا الخلاصة، أعطيحنا يعني ما هو العنصر المطلوب بالضبط في هذا النوع الأدبي؟ يعني في حدود 3 دقائق، بحيث يفتح شهيتنا للأسئلة التي أو للمداخلات التي سيكون الأصدقاء الأعزاء يرفدون بها، سواء حول إبداعك أو سواء حول هذا النوع الأدبي. تفضل، 3 دقائق فقط لو سمحت. نعم، الرواية القصيرة جدا هي ابنة العولمة، ابنة عالم السوق وعالم الانترنت وانتشار. الآن أصبح العالم غريب، وإنما بيت واحد
انت داخل الغرف. فلذلك هذا الامر تطلب مزيدا من التكثيف والاختزال حتى تتاح الفرصه للانسان في عصر العولمه، الانسان المهموم بكل وقته من اجل تحصيل وتامين مستلزمات الحياه المتزايده، ليس كما مثلا في القرن العشرين او ما قبل العشرين كانت حياه الانسان ومتطلباته محدوده، الان اصبحت متطلباته كثيره يحتاج الى وقت اكبر لتامينها، مما لديه وقت مختزل بسيط من اجل تغذيه له، حيث الفن والموسيقى والادب. هذا واحد. ثانيا، اصبح لدينا امكانيه اختزال الكثير من التوصيفات التعريفيه للمدينه، لشكل ملابسه، للدار، انها اصبحنا نستبطنها في داخلنا. الان انا حينما اسمع ببرج ايفل استطيع ان اصفه، استطيع ان اشرح لك تاريخه، استطيع ان اتصور كل ما هي مكوناته، وعندما اسمع بتمثال الحريه مثلا، هذا اصبح عن من؟ عن طريق المعلومه، عن طريق الانترنت، عن طريق الميديا وغيرها. لذلك الوارد لا ليس بحاجه الى هذه التوصيفات والتعريفات كما كان مثلا يكتبها في كتب او ستاند زمان. كان يصف الشخص طوله، عرضه، شكله، طريقه ملابسه، يميز الامريكي عن الافريقي، عن امريكا اللاتينيه، عن الاسيوي. الان اصبحت تذكر اسم الاسيوي، العراقي او الامريكي او الفرنسي، صورتها عندك لانك تعايش انت امامي، صوره وشكل وملابس كذا، لا حاجه للكاتب ان يصفك لي، يكفي ان يذكر اسمك. واذا كانت لديك مميز ذات فردية هذه تذكر فقط، أن كان تكون كذا ألذتك فقط، أما الميزات العامة فلا حاجة لنا بها، اختزلتها الرواية القصيرة جدا. فالرواية القصيرة جدا هي رواية وامضة وليست رواية قابضة، بمعنى أنها تعطيك ومضات. أنا كقارئ ومتلقي ستشارك الكاتب في إنجاز وتخيل نص موازي للرواية التي يقرأها، سيتخيل وضعية الشخص، سيتخيل المدينة، سيتخيل الشوارع، أي حتى التداخلات والخلية للشخصية. لا حاجة للروائي بكتابتها في هذا الزمن، يعني الرواية القصيرة جدا تتكون ربما من 15 20 25 30 35 صفحة، والحد الأقصى ربما يصل إلى حين أقل من 50 صفحة. يستمتع في هذا السريع الملال أن يقرأها خلال سفرة قطار من فرنسا إلى بريطانيا إلى كذا، وخلال سفرة ليس كما كان سابقا يستغرق ساعات، يستطيع أن يقرأ البؤساء، يستطيع أن يقرأ ليدستوفسكي، يستطيع كذا في وقته الفائض. الآن الرواية القصيرة جدا هو كتيب جيب تصطحبه في كل مكان وتستطيع قراءته. شكرا أستاذ العزيز، المعلومات وصلت وفكرتك وصلت. أنت تحدثت عن الضرورة المهمة ربما لأن يوجد هذا النوع كضرورة عصرية. اسمح لي أستاذ العزيز أن أرحب بالدكتور حسين المناصرة، الدكتور سعد التميمي، أرحب بكل الأصدقاء الذين التحقوا معنا مؤخرا. بدي أذهب أستاذ العزيز، الأستاذ حميد الحريزي ضيفنا العزيز، سأذهب إلى الأستاذ راسم الحديثي، كان أول واحد دخل معنا، وسنذهب إن شاء الله الأصدقاء. أستاذ راسم، أستاذنا العزيز، أهلا وسهلا، 5 دقائق لو هلا سمحت لكل شخص منا، خمس عليكم. دقائق ونحن نتحدث طبعا عن الاختصار والاختزال نعم وكذا، نعم فنتمنى أن نكون في عمق، نعم أن نعم نذهب نعم مباشرة إلى عمق الفكرة. إذا يرسم لنا أو يكتب لنا الأستاذ العزيز حميد الحريزي، ومن سنوات يتحدث عن هذه التجربة أو يمارس هذه التجربة تنظيرا وكتابة. أنت ماذا ترى في مثل هذا النوع الأدبي؟ يعني نعم أستاذ، أهلا كناقد، وسهلا، أهلا كروائي، بكم. كمتلقي أيضا، تفضل. أهلا وسهلا بك أستاذ،
حمدي جدا، أبو حميد حريزي أكثر من مرة أن لا حاجة للمتلقي بعد الآن بسبب العولمة ولأسباب أخرى، سرعة التواصل الإلكتروني اليوم لا حاجة إلى توصيف، لا حاجة، هو يحسب بملاته. أنا لي رأي آخر، أنا من كتب رواية قصيرة جدا كتبت كذلك كما كان عندي، لم أصنفها رواية قصيرة جدا، كتبت أكثر من رواية قصيرة جدا، ولكن أقول هل أن الشعب الفرنسي كله نفس النموذج؟ ألا توجد الشعب الفرنسي تتباين ذاتها؟ هل الشعب الصيني يمتلك ذات الصفات؟ ألا يوجد البرجوات الصغير والكبير وإلى آخره من الطبقات التي للأخ حميد الحريزي دائما لا توصفها باعتبار كراسم يؤمن بالطبقات وإسهام هذه الطبقات. أقول أنا مع التوجه ولست ضده، ولكن مثلا ماذا نقول لأدب الرحلات التي تعتمد على الوصف بشكل كبير، ودائما يقول لا حاجة إلى حاجة، لا حاجة. هل ستنتهي الرواية الطويلة؟ هل ستنتهي الرواية الكبيرة؟ هل هو هذا ما يهدف إليه الكاتب والحمد للحسين؟ يؤكد أن لا حاجة، لا، هنالك حاجة تبقى الحياة لتباين الشعوب بمواصفاتها الطبقية السلوكية الاجتماعية التاريخية. الشعوب لا تتشابه الآن بسبب التواصل الإلكتروني. ومع هذا أنا لست هذا التوجه، واعتبر إبداع، ولكن لا نؤكد على أن لا حاجة، كلمة حاجة للآخر بمعنى تلغى الروايات الأخرى، الرواية الطويلة الكبيرة تلغى، وهذا سيجعل من كثر من يدخل في كتابة قصة طويلة ويسميها الرواية، لا يوجد ميزان محددة الآن في عالم غير الموثق حقيقة، لا نقل كتابة، كثير الرواية تنزل هي ليست بمستوى الرواية، لكن يجد ناقدا لأسباب مادية لأسباب معنوية يعدها رواية ويكتب لها المواصفات. أنا باعتقادي أن الروائي هو إنسان مخضرم، مخضرم اجتماعيا، مخضرم سياسيا، مخضرم تاريخيا، عند هذا يكتب الرواية عالم الأفكار، عالم من الكذا. توجد روايات أخرى أنا وجدتها رائعة، قرأت لغابريل غارسيا ماركيز رواية قصيرة جدا كانت بعنوان ليش سجون لا يوجد خبز، وكانت لا، حتى هذه الرواية تجد فيها مواصفات الرواية باعتباره رواية كبير. أتمنى للأخ حميد الحريزي التوفيق. أنا حقيقة ما أريد أحسب روايات، يعني 10 روايات بها قصير جدا وبها طويل جدا إلى حد يعني خلينا نقول صفحات عديدة كروايات أولاد حمدان. أن نسمع من الآخرين إذا كان لديهم أي آراء، نتمنى الحديث ونحن نسير خلفه بهذا المشروع. مشكرا جزيلا. شكرا، شكرا جزيلا أستاذ راسم الحديثي، وكنت مختصرا أيضا. إذا نكمل ونحاول، إذا نحن فهمنا الآن من خلال حوار أو الحديث الأستاذ حميد الحريزي، راسم الحديثي أيضا عفوا، والأستاذ حميد، هناك في ضرورة، ولكن الأستاذ راسم
يقول أننا لا يمكن أن نلغي النوع الأدبي، رواية واحد يكتب رواية طويلة من 1000 صفحة، فهذا ما يزال موجود، وحتى الروايات اليابانية مثلا سنجدها أنها موجودة. دعوني أذهب الآن إلى الأستاذ جمعة عبد الله. بدنا أيضا أن نركز وأن نشتغل أيضا، أو أن نفهم أيضا جماليات هذه الرواية. يعني الشخص الذي يريد أن يرى هذه الندوة أو يسمعها، ما الذي سيستفيد منه، بحيث أنه كيف يستطيع أن يفهم هذا المصطلح، يفهم هذا النوع الأدبي؟ فنحاول الآن، إذا فهمنا الضرورة، ضرورة عصرية وكذا، إذا ممكن أن ندخل الآن في مسألة الجماليات. الأستاذ هاتف، نرحب بك، لا تظهر صورتك. إذا تفضل الأستاذ جمعة، الصوت يا أستاذ جمعة، في 5 دقائق، وبعد ذلك سأذهب إلى الدكتور سعد التميمي، معنا الدكتور حسين المناصر، معنا زميلنا وصديقنا أيضا الأستاذ سمير بيه، فبحيث أن يكون هناك يعني هذا النقاش الآن. ندخل ليس للضرورة ولكن الجماليات، لكن ما هي الشروط المهمة جدا التي ممكن أن يشتغل عليها الكاتب؟ تفضل أستاذ جمعة، الصوت أستاذ جمعة عبد الله، الصوت لو سمحت، الصوت. يبدو أن الأستاذ جمعة عنده مشكلة بالصوت، إذن دعوني أنتقل إلى صديق آخر. أذهب إلى الدكتور حسين المناصرة ثم الدكتور سعد التميمي، أيضا بحيث أن نحن نخرج من العراق إلى الأردن، بعد ذلك إلى العراق ثم تونس، ثم نعود إلى الأستاذ جمعة لأن عنده يبدو مشكلة في الصوت. دكتور حسين تفضل، 5 دقائق، وأنت أيضا شاركت معنا في الندوة التي أقمناها أو أقيمت، كنا احنا ضيوف فيها، لم نقمها نحن، في منتدى كناية، فكان لدينا انطباع يعني أو جهل بتجربة الأستاذ حميد الحريزي، وبعد ذلك نظريت أعتقد الكثير من النقاشات خلال الـ4 أو الـ5 الأشهر. تفضل دكتور حسين. مساء الخير جميع الزملاء في وزملات في هذا المنتدى العربي الأوروبي لسينما المسرح في هذه الجلسة في يتعلق بالرواية القصيرة جدا. وحينما نعرف، تسمعوني؟ تسمعوني؟ نعم دكتور، أنا أسمع. سنأخذ الدكتور حسين المناصرة ثم نعود إليك دكتور لو سمحت. ماشي. نسمع الدكتور حسين، تفضل دكتور حسين. يعني في منذ الستينيات تقريبا ونحن في سياق إشكالي فيما يتعلق كثير من الأجناس والأنواعية، وكانت إشكالية أساسية وهي إشكالية القصر عموما، سواء كانت في الشعر أو في القصة أو في المسرحية أو في غيرها، أو حتى في النقد. يعني هناك ما يمكن أن نسميه القراءة القصيرة جدا، اللي هي ألغت مفهوم النقد الأكاديمي أو النقد الكلاسيكي العام. طبعا بالنسبة للقصة القصيرة جدا، وإحنا بنعلم الذين نقول القصة القصيرة جدا من اليوم هم كتاب قصة قصيرة جدا، وأصدروا بجوز الكتاب في ما يقارب 50 كتابا في مجال القصة القصيرة جدا. وأيضا في مسألة القصيرة جدا، احنا بنعرف أنه يعني المصطلح لكلمة الرواية القصيرة موجودة، يعني عندنا مشكلة، لكن هي الفيسة كلمة جد يعني أضيفت لهذا الجنس، لهذه السردية خلينا نسميها. المعاني أن القصة، أن هذه تبحث عن توصيف تنظيري لها من حيث الكم، من حيث النوع، من حيث عدد الشخصيات، الأحداث إلى آخره، 2 أو 5 صفحة، يعني
يعني أنا عندما كتبت عن يحيى حقي والقصة عموما قبل الستينيات عند يحيى حقي وعند مجموعة كان تصل القصة إلى 40 و50 صفحة. يعني لما كتبت عن قصة كنا 3 أيام ليحيى حقي قلت هذه رواية قصيرة يعني بمعنى معاني. لما نشوف مثلا إبراهيم الكوني في مجموعة قصية، وإبراهيم الكوني عنده مجموعات قصية كثيرة، مثلا في مجموعة القرن الثالث تجد قصة قصيرة تصل إلى 40 صفحة. لذلك لما كتبت مقالة عن إبراهيم الكوني عن قصصي القصيرة، هذه رواية قصيرة، لأنه أحيانا بعض الرواية فيها المشاهد أو المقاطع إلى 20 بند عنوان، يعني حتى العناوين هي واحد اثنين تكون عناوين بطريقة أو بأخرى. بعضها سمي بعناوين تصل إلى 8 فصول قصة الرواية. يمكن مثلا في قصص القصيرة يعني برقوق الإنسان مثلا صنفت رواية. بعد التشكيل إذا إحنا أمام عملية، وهي أثارها صديقنا حكمة الحاج عن الندوة عن الرواية القصيرة، وطبعا جعل أنه هو مخترع يعني بطريقة أو بأخرى لهذا المصطلح، وأصدر بيان طبعا بهذا المصطلح. وأنا وقتها في الندوة يعني كنت عارف أنه حميد الحريب، لأنه ببساطة يعني يعني تروح على ولازم تعمل بحث جوجل. لما عملت بحث طلعت لي مجموعة أربع قصص حميد الحريزي، وبعد ندوة مباشرة أرسلت رواية تقريبا 5000 كلمة إلى حميد عقبي وإلى حكمة الحاج وإلى بعض الزملاء. وهو وعندما أنا أضفت له خمس عملتها فيما بعد إلى 10,000، يعني عام 2010 أنا في سردية، صحيفة سردية. بعد ذلك فهو انزعج يبدو كما بلغت من بعض الزملاء انه انا كيف انشر روايه اريد ان اخذ سبق او الانميه في هذا المصطلح. فانا رديت وقلت يا عمي الناس تكتب بعنوان القصه القصيره الروايه القصيره جدا من عام 2010. اي مجموعة حميد الحريز موجود يعني، وانا كنت اعرفها وموجودك عنها كلمه صغيره طبعا في الرد على لما نشرت روايه القصير جدا. وعندي روايه اصلا قصيره ربما حوالي 7,000 كلمه نشرها في عام 1999 عنوان داريا تنام في جوف الريموت، مصطلح اسم كما ذكر قبل الاستاذ راسم الحديثي فيما يخص مجموعة روايات. يعني في هناك روايات كثيرة طبعا في القصيرة جدا، الرواية القصيرة جدا بكل تأكيد يعني هو لحميد الحريزي، وهذا يجب أن نعترف فيه. زي مثلا بعض هناك مع اسم الرواية القصة القصيرة طلع ثاني، ايضا وقعنا في مشكله قصيده القصيده الحديثه كتبها سيال غيره، ايضا اشكاليات. انا بعتقد انه احنا امام مسؤوليه ثقافيه، وهذه المسؤوليه الثقافيه تعد يعني تعد هذه الكلمه جدا يعني من الأستاذ حميد الحريزي، وهذا فضل يعني مهم جدا. مسألة التنظير، مسألة التنظير كيف القراءات اللي تصدر الآن
يعني الدكتور حافظ المغربي، وانا قلت لهم انه هو طلب انه يكتب عن روايتي وعن مجموع كتاب، وانا ارسلت له الدريزي وارسلت له حميد عقبي، وقلت له حكمة الحاج اذا عندك يعني مجموعة نشر، اظن هو احدى الاخوات رواية قصيرة جدا. اذا احنا امام مسؤولية ثقافية، هذه المسؤولية الثقافية هذا المصطلح مؤسس من عام 2001 او 2010 و2013، والفضل فيه يعود الى حميد العريزي، وهذا يعني الاساسات او البديهيات التي يجب. وشاكر للصديق حميد عقبي انه هذه الاشكاليه في هذه الندوه وإحقاق الحق وإبعاد بعض الأصوات التي تحاول أن تؤسس لنفسها في سياق ليس سياقها بطريقة أو بأخرى. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور حسين على هذه ايضا يعني شكرا على هذه المداخله. استاذ جمعه ساعود اليك، فقط بدي تعقيب بسيط جدا على الدكتور حسين المناصره. طبعا كما وضح الدكتور حسين احنا كنا فعلا تسمعوني؟ تفضل استاذي تفضل، نعطيك خمس دقائق. تسمعوني؟ وي وي يس نعم انا اسمعك. نعم شكرا شكرا. انت تسمعنا؟ تسمعنا بكم، وهاي وشكرا للزملاء الاساتذه في تقييمهم هذه الندوه، وكثير من القضايا التي تناولوها تستحق السؤال والحوار. ولكن ابدا بنقطه موجزه قبل ان ادخل في الاسئله، كثير كثير من الاسئله والتساؤلات من خلال حديث الاخ الاساتذه. او اريد ان ابدا، حميد الحريزي نشط ومثابر في التعاطي مع الأشكال الأصناف الأدبية السردية الشعرية، وهو مضمن الواقعية الجديدة أو الواقعية النقدية، ويدافع عن القضايا الإنسان الوطن بشكل واضح وملزم، ومن خلال وجهة نظره السياسية الواضحة نقدر نقول بشكل واضح هي نظرة سياسية. هذا شيء يكون الأديب ملتزم بقضايا الشعب والوطن. في السنوات اشتغل الأديب الحريري على شكل أو صنف مبدع حديث وخلاق، هو رواية قصيرة جدا. مع الأسف الكثير من الأدباء والنقاد يخلطون بين الرواية القصيرة والرواية القصيرة جدا، أكو فرق شنو؟ صح هي من ضمن الأشكال السردية الحديثة، بس الرواية القصيرة جدا هي مضادات العصر الحديث، السرعه او التكليف والاختزال. هذا الشيء الجديد لا ينقص ولا من حق الروايه الطويله والقصيره، وانما هو شكل مضبوط مكثف ومركز مختلف يلبي، لان الحديث مو مثل ما كنا احنا نقرا روايه طويله 600 صفحه واكثر من 600 صفحه مثل الحرب والسلم. فهذا اختصار ولكن يحافظ على مقومات وبناء الروايه، سرد الروائي الحديث لكن مختزل ومكثف ومركز، ولكنه
يبدأ بمواصفات ومقومات الرواية من حيث الوصف والتوصيف والشرح المركب، وظهرت رواية قصيرة جدا عند الأستاذ عبد العزيز من سنة 2000 لحد الآن، مش 5 روايات هي أرض الزغل، ويكفيني فقط يمكن 3 روايات أنا نقدتها تناولت بالشكل، هي أرض الزغرفان، مجهول، مقايضة، بحراتك. ولم تقف على هذا، على هذا، وعندما شاف استجابه واهتمام وقراءه ومتابعه من قبل المثقفين والنقاد والقراء واصل في هذا الجيل. ولكن بعد اعتقد بعد حميد الحريزي من شافه اهتمام بالروايه جدا، وليس بالروايه القصيره، خلط مع خلط بالمصطلح، يعني يخلط بالمصطلح بين الروايه والروايه القصيره جدا، لانه يعني لكن بعد ان بدات الدراسات دي تتناول هذا الكتاب الاخرين عندما شافوا وهو هذا مقدمه قص. عندي اسئله من يجي دور اسئله وتساؤلات، يعني سجلت بعض الاسئله والتساؤلات المهمه من خلال حوار الاخوه بشير وجدي، وشكرا لكم. شكرا، شكرا جزيلا استاذنا الاستاذ جماعه عبد الله. ساذهب معكم الى الدكتور سعد تميمي. ربما السؤال المهم ايضا الذي ونحن نتحدث مع رجل اكاديمي باستاذنا الاستاذ الدكتور سعد محمد تميمي. دكتور سعد محمد تميمي، هل النقد يعني او انتم كاكاديميين، يعني ما ادري ربما لم يمر ان وجدت اي بحث اكاديمي حتى ولو ماجستير او ربما حتى بحث على البكالوريوس حول هذا المصطلح او حول هذا النوع، يعني او بعضنا ايضا كان يجهل كثيرا الدكتور حميد الحريزي حول هذا النوع، ما ادري يعني بالضبط. دكتور سعد، انت هل ترى هذا يعني او هذا المصطلح يعني ممكن ان يكون نوعا ادبيا حيا، خاصه الان يعني في كثير من الروايات التي تنشر؟ الدكتور حسين مناصر نشر انا سيصدر لي كتاب بعد اسبوعين تقريبا، هو 3 روايات قصيره جدا. الدكتور حميد الحريزي سبقنا بمسافات ضوئية كبيرة. عدد دار كناية أيضا ستصدر مجموعة من الروايات القصيرة جدا، وأصدقاء آخرين ربما أيضا بدأوا يتفاعلون مع هذا النوع. أكاديميا يعني دائما نحاول أن نفهم، هل الكسل أو هل أنت ماذا ترى بالضبط؟ ربما موافق، ربما أنت عندك تحفظ معين على التسمية على المصطلح، تفضل. لا أقطع على التقديم في غير واحد. دكتور سعد ما في صوت، ما في صوت سعدنا. دكتور سعد ما في، تفضل، ما في صوت، نو، لا يوجد صوت. No, no, no. لا يوجد صوت مع الدكتور سعد. دكتور سعد لا يوجد صوت للأسف. إذن دكتور سعد ما في صوت، ما في صوت.
معك الصوت. الكل ما يسمع صوت الدكتور سعد صح؟ نعم آه، نعم إذن الدكتور سعد نعم لا يوجد لا نعم 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 أعتقد نعم أنه في عنده مشكلة تقنية والنت يعني. آه، إذن دعوني أذهب إلى الأستاذ سمير بيا من تونس، نخرج من العراق ونذهب إلى تونس. آه، أستاذ سمير أنت أيضا شاركت معنا أو شاركنا، نعم كلنا شاركنا في ندوة سابقة مع أعتقد أن الدكتور سعد، الآن يكون الصوت جيد لأنه هو طلب الحديث عدة مرات. بعد ذلك أذهب معك أستاذ سمير بيا. ويلكم دكتور سعد. أستاذ هاتف بعدنا على طول. أستاذ هاتف إذا كان ممكن ما تظهر اعرف صوت. هسه زين صوتي هسه. في صوت تعبير. نعم نعم جود جود. مسموع نعم. تفضل دكتور سعد تفضل، وقد ما سألتك اخاف اتحدث احد ولا انا. لا لا صوتك مسموع تفضل. تمام. تحياتي للاصدقاء الذين ادلوا بدلوهم في هذا الموضوع. سألت الأهمية هذا الموضوع من ما بالرواية القصيرة جدا. أرجو أن أحضر أخوة الأعزاء لما سأطرحه. أنا قرأت ما تسمى بالرواية القصيرة جدا عميل الحج، اعتز بكتبه. ايضا هناك بعض المحاولات هنا وهناك كد على الفرق بين شورت نوفل اللي هي الروايه القصيره، كنت في بدايات القرن العشرين، وتوماس مان، ارنست هيمنغواي واخرين، وبين ما يسمى أخليه بعد ما يسمى بالرواية القصيرة جدا. ما نعني بالرواية القصيرة جدا يعني خليني أمام نصفرة في الكتاب اللي نزلته بالوقت، سواء كان نصف ذاتية للقلب 80 كلمة بصفحة واحدة، المقايضة للأستاذ الحريز 2858 كلمة صفحات، القداح الحمراء أيضا للحريزي 3400 كلمة 13 صفحة. بهذا أنا أقنع نفسي بماذا تختلف آراء عن القصة، وبماذا تقترب من الرواية. يعني قضية أن نشرح مصطلحا عن مضمون، يجب أن يكون المضمون فيه. أنا يمكن قبل أيام قضية أيضا إشكالية لقصف الهايكو، ما يسمى بالهايكو أيضا مصطلح لكن مضمونه لا يتطابق مع هذا المضمون. يعني ما قرأته هو أين التكليف؟ أنا أريد أسأل، فليتسع صدر العزيز. لا أقرأ أنا ما مكتوب، يعني في المقايضة اللي هي الصحفي الملك والذيول، بالعكس أنا أشوف استطراد في الوصف، كل شوية هناك من عنده ذيل وتحميل لفكرة، هي فكرة خلينا نقول هذه الضاغط الديكتاتورية والاضطهاد الشعوب التي تسمى باحر. بالعكس أنا أشوف هناك استطراد، يعني ما في موجود هناك خلينا نقول. طيب إذا هنا الآن نقول العصر اللوجيا مع العصر القصير، ما عندنا جنس أدبي اللي هو الجنس القصير. يعني الآن اللي يتكلمون عن الرواية القصيرة
يقول الدور حول شخصية واحدة وحول حدث واحد، ما القصة القصيرة أيضا دور حول شخصية واحدة وعلى شخص واحد، واللغة تميل إلى الشعرية وإلى التكثير، يعني يحتاج معروف الرواية. الرواية هي فن المدن، المدينة، ومو فن التأمل. ارتبط الرواية بمدينة، فلذا ما ممكن نتكلم حتى الريف ما يعني خلينا نقول ما احتضن الرواية، لأن شخصياتهم متشعبة، الأحداث متشعبة تراكمي. فلذلك الرواية أدواتها معقدة. وان من نتكلم أنه العصر يحتاج فن، العصر يحتاج فن، هو فن آخر. وكده الآن للقصة القصيرة جدا، عودة موجودة للقصة القصيرة جدا. هناك طرح قبل أيضا، طرح العزيز رشيد ما يسمى بالمايكرو، مو فقط لأن أنتم الآن نقول قصيرة جدا، بعد أكثر هناك رأي جديد اللي هو يعني رواية بثلاث أسطر، ويمكن يعني معروض سيرة ذائبة للقلب، يعني يمكن تندر مع هذا المفهوم. إذا قبلت أنا صراحة أتحف على ما يسمى بالقصيرة جدا. الشعر يتحمل أن نكتب وأمضى، القصة يتحمل نقول هي قصة بمحدودية القصة، لكن الرواية تطلب يعني يمكن يعني إلى حد ما الرواية قصيرة، لهذه بعيد عن المطولات اللي 500 صفحة رواية ب 60 صفحة ب 80، وغيرها كثير. أكو روايات هي كثيرة تجاوزت 60 صفحة 70 صفحة. أنا يعني يمكن هو تحامل الدكتور في كلامه أنه علم والحمل هذا، أنا معاي ليس كل من حمل يعني مو فقط هاي الدال خليه على عدة، أنا أمام فكر ليس لأنه إذا حمل الدال هو يحمل فكر، لم يحمل الدال هو لم يحمل فكر. أنا صراحة قرأت هذه الفترة لما وصلتني المقايضة والقداحة الحمراء وأرض الزعفران والمجهول. القداحة الحمراء كاكا حسن من المهجرين الأكراد، عامل يعني هاي أحداثها فقط. أنا تأويلاتها وتأويلاتها، أنا أريد أفتح التأويل أي ممكن تحت التأويل أظل أتكلم للصباح. يمكن أذكر في ندرس في 91 الصديق دكتور حاتم الصقر قدم نقل لقصيدة الفراشة لأنس الحاج، وعندما خرج لم يكمل الجلسة مشرفي وهو ناقد أكاديمي تقليدي مشرفي الله يرحمه قال سعد قدم قراءة في فنجان وليس هاي رؤية تكلم في قصدي الحدث اللي موجود في القداحة الحمراء. الحدث خلنا أقرب الحدث إذا أحد ما قاري، شخصية مهجرة وشخص وتخلق علاقة يعجب في ولاه وبالأخير ينفقد. يعني هذه ممكن يعني هل هذه الرواية، يعني أنا أسأل فقط، هل هذه أنا أقبلها قصة ما يخالف قصة قصيرة، أقبلها قصة قصيرة، لكن يعني وين الأحداث، وين المحمولات الدلالية، وين يعني المناسبة الوصف يعني ما أعرف، يعني ضروري يعني ما أعرف كلكم قرأتوا ما النقد يتحمل الرأي والرأس. أنا وجهة نظري مع نظر الأستاذ حكمة الحاج بالرواية القصيرة، أقبل بالرواية، لكن الرواية القصيرة جدا هاي وجهة نظري. أنا أقول هي لا تختلف عن القصة القصيرة، القصة القصيرة. شكرا وآسف يعني، وأرجو أن يكون صدق الأستاذ حميد يسع لي و
الأستاذ راسم ويقنعوني، ما يخالف يعني وين هنا يصل. أنا قرأتهم، قل لي في هذه القصة الفنية وين ملامح الرواية، أين ملامح الرواية، معروف ضوابط الرواية، أين تكون الملامح. جزيلا. شكرا شكرا جزيلا دكتور سعد محمد التميمي. وهذا سؤال كبير، أعتقد أن حتى الأستاذ حميد الحريزي يقول هذا الموضوع، أو هو سيرد طبعا على كذا، ولكن من خلال النقاش معه يقول ربما النقد أو ربما المدارس الأكاديمية هل ستقبل هذا المصطلح أم أنه سيموت، وهل هذا المصطلح ربما أو هذا النوع الأدبي يعني مثلا سيكون له سيد بعيد عن محبسين؟ الأكاديميات، أنا أتحدث حميد، بعيد عن، أنا الآن أتحدث متلقي، أقرأ متلقي. تمام، رواية أوكي. وأقرأ القصة القصيرة وأقرأ الشعرة وأقرأ الهايكو وأقرأ التفعيل، أقرأ هذه الأجناس والأشكال، داخل كل جنس هناك أشكال. نعم. نحن ننقد، أنا أتكلم أحيانا البعض يدعي أنه اجترح هذا المصطلح، اجتراح هذا المصطلح لا يكفي، هذا يفرض وجوده. بس الآن هذا جائز جزء بعد 50 60 سنة نجد شك، وهذا المصطلح يبقى جدا يعني. وأنا طرحت أيضا، قلت لكم يمكن الأستاذ رشيد هارون وخالد الوادي أيضا كاتب قصة عراقي أيضا يدعي أنه يكتب الرواية القصيرة جدا، وأنا جادلت في جلسة واقعية حضورية، جادلت وقلت له هذا لا يختلف عن القصة القصيرة، يعني لا يقلل من قيمتها كعمل، لا أنا يقلل. عمل إبداعي إذا أسميه قصة قصيرة لا يقلل من قيمته من أن أسميه رواية. لو فقط أريد يعني أبتكر أنقل جديد. واضح واضح دكتور. سأذهب إلى الأستاذ سمير بيا، ثم بعد ذلك اسمحوا لي أن أذهب إلى نعم الأستاذ حميد الحريزي أيضا ليرد على تساؤلات بعض الأصدقاء، على بعض الملاحظات، وبعد ذلك نكمل مع الأستاذ حمدي العطار، الأستاذ هاتف، الأستاذ ضحى، ونعود في الجولة الثانية. أستاذ سمير مرحبا بك، وأنت أيضا أعتقد أن لديك نعم هذه عمل، الحلقة أعتقد لديك أكيد أيضا عمل رواية قصيرة أكيد جدا مرشح للنشر مع منشورات كناية. تفضل أستاذ حميد، أستاذ حميد عفوا أكرم أستاذ طبعا سمير، يعني تفضل تفضل. شكرا لك يا أخي حميد، يعني نثمن يعني مجهود الأخ العراقي حميد تقريبا ما قدمه وما أنتجه في ما يسمى ب أو رواية القصة قصيرة جدا. طبعا أنا حسب رأيي يعني مشكلة هذا الرواية الجنس القصيرة جدا هي أستاذ بالأساس سمير. الرواية القصيرة، حسب رأيي السؤال الأهم هو سؤال الشك، يعني كما قال سعد تقريبا نبحث دائما ما يفرقه أو ما يميزه عن بقية الأشكال، يعني هو ما نقرأ الجنس بما هو قصير جدا، يعني هذا الأدب فيه ما يميزه. دائما نتسألك حسب رأيي السؤال الأهم هو سؤال الشكل هنا، وبعد ذلك في مرتبة ثانية يأتي المضمون. يعني الشكل يعني هذه كما قال الطرف العلائقي داخل الرواية عندما تتنوع وعندما تحدث هذه يعني تندرج ضمن يعني أحداث متنوعة وعلاقات متنوعة، كذلك هذه الأجواء يعني والعالم والعوالم داخل الرواية ذاتها، هل هذا يختلف كثيرا عن القصة القصيرة؟ يعني إذا ما تتبعنا هذا النوع يعني ممكن هي عملية تحكمية تحت الإنتاجات، والأخ حميد الحريز يعني له سابقية وله يعني العديد من الكتب في هذا المجال، الأخ منذ قليل كذلك كتب يعني مو التجربة وتجربة الكتابات في هذا الجنس، ممكن أن الدرس النظري يعني الدرس النظري نصوص يشتغل عليها أكاديميين أو حتى يعني التلقي الآن تختلف من شخص إلى آخر، كما الأخ والدكتور سعد التميمي بتراكم التجربة وبتراكم النصوص في هذا المجال يمكن يعني مسألة المصطلح
صحيح، هي المصطلح مهمة جدا، ودائما تبقى للحضارة العربية وخاصة للنقد العربي يعني إشكالية المصطلح. تقريبا ممكن المصطلح من يعني ثقافة أخرى، لكن مشكلة المصطلح هنا هو هل المصطلح في حد ذاته هو القصيد، هل يستجيب لما نشر ولما يعني يعني هذه التراكمية هل توفرت بالأساس حتى يمكن الحكم له أو عليه يعني هذا المصطلح؟ هنا يعني تقريبا نتائج جيدا في تصاص هذا النص وننكب عليه بالدراسة أكثر حتى يعني نغوص أكثر في خصوص لماذا ميز، لماذا هل نسير صلاح أو يعني قصيرة إلى غير ذلك. حسب يعني مشكلة الشكل بالأساس المضمونة القضايا التي تدرسها التي تعرفها في هذا الجلسة تحديدا من خلال كتابي، ودائما يعني كما قال الاخ سعد، هذا لا يفسد الانتقاديه ولا يعني لا ينقص من قيمه النص الادبي، هو يبقى ابداعا، هو في الاخير هو يبقى ابداعا يعني له طبعا نقراه، له جمهور له متلقي، والمتلقين لا ننسى الان. طبعا هذا العصر الحديث لا يبرر يعني جنس الكتابه، يعني صحيح ان طبعا الروايه الطويله موجوده، والروايه الطويله لها يعني صيتها ولها حتى انتشارها، يعني تقريبا يعني الجانب يعني انه العصر يفرض ذلك، لا لا يفرض جزء بعيني يعني حسب بعيني، يعني نقرا سواء كانت روايه طويله سواء كانت قصيره سواء كانت قصه سواء مثلا القصه القصيره، القصه القصيره يعني المجموعات القصصية تقرا حتى زمن يعني قراءة لا يختلف كثيرا. هذا هو يعني في مداخلة أولى، ونشكر الجميع على المداخلة، ومنكم نستفيد أخ حميد، وأشد على يديه وأرجو له المزيد من التوفيق والكتابة ودام عطاءه إن شاء الله. شكرا للصديق العزيز سمير بيا، وسمير بيا طبعا كاتب قصة رائع وبديع وشاعر وأيضا روائي، وإن شاء الله نرى له أعمال قريبا. أستاذ حميد الحريزي، فرق بين حميد وحميد عقب حميد الحريزي. أستاذ حميد الحريزي، أنت الآن نعم مجموعة من الأسئلة، مجموعة من الأشياء، يعني ما الداعي إلى هذا المصطلح يعني وأنت تفكر فيه، أو ربما فكرت فيه قبل أكثر من 10 سنوات، طالما أن يعني بعض النقاد، حتى أنا أرسلت إحدى المخطوطات التي أنا سميتها رواية قصيرة جدا إلى أكاديمي أستاذ كبير، فقال لي ما الداعي لهذا النوع ولهذه التسمية، سميها قصة أو سميها سردا نثريا أو سميها أو يعني بدون تسمية. يعني هنا في سؤال أكاديمي وفي سؤال أيضا من الدكتور سعد، يعني ما وين الفرق، يعني وضح لنا بالضبط، يعني ما الداعي، ما الداعي لهذا النوع الأدبي الجديد إذا كانت لدينا القصة القصيرة وممكن تمتد إلى 60 صفحة؟ ما الداعي أن نستحدث عنوانا أو أن نستحدث مصطلحا؟ تفضل ترد على كل من أحببت من الأصدقاء الذين سبقوا، ثم نأتي إلى البقية. تفضل أستاذ حميد. سمعتني أستاذ حميد؟ تحياتي ومحبتي للجميع. أولا أقول أنا هنا لست واعظا ولا مهيمنا ولست فارغا لرأيي، أنا واحد من المجموع لي ولوجهة نظري طرحتها ونظرت لها منذ عدة سنوات. أولا أستاذ راسم يقول تذكر أنت لا حاجة لا حاجة، لا أقول لا حاجة تماما، لكن الزمن يحتاج إلى الاختزال، يحتاج إلى في كل شيء، منها الأدب ومنها الفن، الأغنية القصيرة السريعة، الفيلم القصير، وحتى المأكل القصير والوجبات السريعة التي يحتاجها العصر. لذلك نحن بحاجة، لا أقول ستموت الرواية الطويلة ولا الرواية القصيرة، ولكن حقيقة الزمن سيجعلنا علينا أن نفتش ما هو مختزل وما هو قصير وما هو مكثف، بما لنا زمن اليومي لحياتنا اليومية
وخصوصا لعامة الناس. هذا واحد. أما بالنسبة لسعد أنا أحترم رأيه جدا، وهو أستاذنا وأكاديمي كبير ورأيه محترم جدا. أقول لو اكتمل الشيء لمات. أنا لا أدعي أنني طرحت جنسا مكتملا من كتل جوانب، ربما لم ير بشكل كامل وكبير كل الروايات التي كتبتها. وأنا كتبت الرواية أولا كتبتها رواية قصيرة، ومن بعد 3 سنوات كتبت رواية قصيرة جدا. أولا أن نفهم الرواية، هل الروايات القصيرة تحمل فكرة رواية؟ منها مثلا تعدد الشخصيات، وجود الحدث، وجود انتقال زمني، وجود أحداث هي أم متحولات. وبرأيي أن الروايات التي كتبتها تحمل أكثر من شخصية، ولكنها لا تسهب في توصيف الشخصية من حيث الشكل والمظهر وحتى التفاعلات الداخلية للشخصية، لا تسهب في وصف الشوارع، في وصف المناطق، في وصف المكان الذي تتواجد فيه الشخصية، لأن هذه الأمور أصبحت معروفة بالنسبة للمتلقي من خلال عصرنا الراهن. يعني أن الآن أنت تفتح يوتيوب على حول أي قضية، على شارع، منطقة، على دينة، على كذا، تستطيع أن تعرف كل مواصفات. فالمتلقي لم يعد بحاجة إلى هذا. يعني أشكر الأستاذ سعد لملاحظات الرائعة، وهي التي تبني كل فن وكل مصطلح وكل تجربة تمر خلال ممارستها. قد يأتي بعدنا، لا ندعي أننا رواد، وإن كنا رواد سيأتي بعدنا من يكتب الرواية بمواصفاتها كما نوضح لها أفضل مما كتبناها نحن. هو فن تجريبي يمر بمراحل، فيه نقص، فيه كذا. يعني لو قرأ مثلا الأستاذ رواية أرض عفران، لو وجد هناك تعدد شخصي، وهناك توصيف للمكان والزمان، وهي من عدة فصول، اختزلت الكثير مما لازم يضاف. هذا الذي أقول الزمن بحاجة إلى الاختزال، الاختزال لكل شيء، ومن ضمنها الروح للإنسان، الغذاء الروح للإنسان في الموسيقى وفي الأدب، ومنها الرواية. الرواية يمكن الآن أن يقرأ الإنسان رواية من صفحة أو 70 صفحة، وحتى أحيانا 90 صفحة. الرواية القصيرة جدا هي رواية مختزلة، فيها تعدد شخصية يفترض، وللكاتب، وهي رواية يصعب كتابتها من أي أحد، تحتاج إلى حنكة وأمكانية وقدرة، بحيث الكاتب يكتب نص يخرج لا يتجاوز على ضوابط الرواية. ربما نحن لا نفتقر إلى ضبط هذه المواد، وأنها أمر مطلوب أن تبقى محافظة على شكلها من حيث تعدد الشخصيات والمكان والتحولات المجيدة. نعم، هي ابنة المدينة، ولازالت ابنة المدينة وابنة المدينة المتطورة. أنا أشكر الأستاذ سعد على ملاحظاته الرائعة والجميلة، وربما نختلف لكننا لا نفترق أبدا، وسيبقى كل من قلت أن الرواية القصيرة جدا، ربما يقول البعض إنها ولدت قوية ومعافات، والآخر يقول هي لا زالت جنين خديج يحتاج إلى وضعه في الحاضنة حتى يكتمل نموه، والبعض الآخر يقول إنها ولدت ميتة. وكل هذه الأفكار والآراء ومحتمى، ويمكن تطور والكتابات وما يستجد سيثبت، وهل سيثبت هذا الفن إمكانية بقائه وتطور أم لا. تحياتي لكم، تحياتي للأستاذ. شكرا، شكرا جزيلا أستاذ حميد، معنا في هذا التوجه. تحياتنا للأستاذ جمعة عبد الله، تحياتنا للأستاذ سمير بيه. شكرا، شكرا جزيلا. أنا قبل أن أذهب إلى الأستاذ الناقد حمد العطار أو الأستاذ هاتف، سأذهب إلى ضحى. الأستاذ ضحى، الأستاذ ضحى يعني عندنا، يعني الأستاذ ضحى ما في كثير من الصديقات اللي حضروا. أستاذ ضحى، أنت طرحتي بعض الأسئلة، إذا حبيتي أن تعطي مداخلة أو سؤال قبل أن أذهب إلى الأستاذ الناقد حمد العطار، تفضلي. نعم، تفضلي. تحية
لكم، هو سؤال يعني، هو الكلام اللي كان عم يحكي كلام صحيح، لأنه النوع اللي حكى عن تغطية الحدث، وهي بتبقى القصة الرواية القصيرة هي بتشكل حدث، مش بيروح على شخصية البطل أو شخصية بشكل طويل. يعني كلياتنا بنعرف، يعني أنا كاتبة رواية قبل ما أكون صحافة، وكاتبة قصة قصيرة، لكن البذرة الفكرة، يعني الفكرة لما نقول هي اللي بتحدد النوع، صح؟ يعني أنا هذا اللي بدي أسأله إياه للأستاذ محمود الحريزي، إنه الفكرة هي اللي بتحدد النوع، مش هو بيحط بالمقياس إنه القصة القصيرة لازم تكون 1000 وكذا كلمة، الرواية لازم تكون كذا، مش ماسكين متر، مش أكاديميين، مشان هيك بيبقى الروائي غير الأكاديمي متمرد على كيس، هو اللي بيطلع النوع جديد لأنه غير مقيد. لكن اللي الكلام اللي عم يجي من شوي أستاذ محمود كان كلام جدا أكاديمي، إذا بدي أقول أكاديمي، لأني أنا كتير متابعة هالقصص هيدي، الرواية والقصة القصيرة وإلى آخره، هو بيعرف. لكن بطولة إنك أنت تركب الفكرة بطريقة صحيحة، بعيد انك انت تحط حالك تحت النقاد، لانه وقت بدك تقول انا بدي اقعد تحت النقاد ليحددوا لي النوع شو هو، فبتصير عندك خوف، بصير عندك ايش بقولوا اسراف وصف، يعني بتصير بتقع تحت كتير. مشان هيك الكاتب الجيد هو اللي بيترك الفكرة تحدد له المسار. السؤال اللي طرحته من شوي واللي كتبت لك اياه هو، هل الفكرة هي اللي بتحدد له، ولا هو بيحط انه انا بدي اكتب هذا النوع، يعني هو بيخلي الناقد يتفوق عليه، ولا والكاتب والقص هو اللي بيتفوق عليه؟ هذا لي لمحمد للاستاذ الحديثي، بتمنى يجب. شكرا شكرا جزيلا، ان شاء الله نعود للاستاذ حميد يرد على هذا السؤال. طبعا الاستاذ الناقد حمدي العطار وانتظرك كثيرا، وبعد ذلك الاستاذ هادف، اعود اليك دكتور سعد بعد ذلك، ثم الاستاذ حميد الحريزي، ثم نعود الى الاصدقاء. استاذ الناقد حميد العطار تفضل. نعم، تحياتي للجميع. نعتذر لاحظت على التركيز التأخير، كبير. ولكن للصوت لكثرة لا المشاركين. تفضل تفضل. بسيطة، احنا نتمتع بما يطرح في يعني الفضاء الثقافي. نحن انا أستاذ يخشى حمدي، علي أستاذ التوقف حمدي، على أستاذ حمدي، مصطلح نريد حاصل. الآن نريد نعم الآن أو نريد أن نذهب، يعني أن نكمل هذه المسيرة. يعني أتمنى أنه ما هو شيء، أنت إلى أين أنت بالضبط تقف؟ تقف إلى، يجب تبني هذا النوع وتطويره ودعمه إعلاميا وتجريبيا وكتابة، أم نذهب إلى النوع أنه نوع لا لا، داعي له لأن موجود أساسا في هذا إطار بالتأكيد، القصة القصيرة؟ تفضل. أنا بالتأكيد أتحفظ على مصطلح قصير جدا، يعني هذا مصطلح يعني يفقد الرواية مصداقيتها. الرواية هي رواية يعني موجودة، والقصة موجودة، الأجناس الأدبية ما تحدد بعدد الصفحات، ما تحدد بالحجم. يعني عملية إلغاء الوصف عنصر أساسي من عناصر الرواية. يعني في الورش الثقافية تقام ورشة معينة، يطلبون من المتقدمين والمتدربين أن يكتب وصف للكنا، ووصف مشاعر، وصف للأحاس، هذا كيف في باب الوصف. فكيف نلغي الوصف بحجة أنه يخلص عدد الصفحات حتى تتحول الرواية رواية عادية إلى رواية قصيرة؟ يعني يكرر أستاذ حميد، هو أستاذنا وأنا قاري له طبعا رواياته وكاتب عن روايات خلينا نقول عليها، يكرر عصر الصورة الإنترنت. أنا أركز على عصر الصورة، هو عصر الصورة اللي قاعد يزيح عمل كتابة داعية للورقية. يعني لولا وجود يعني الناس يحبون الصورة، عوات لتحويل القصص إلى صور، يقولون الناس يعني على أساس الشباب حاليا يشوفون ما يخرج، فهذه ايضا دعوات اخرى لتقليص عمليه الكتابه. يعني انا اريد اشوف شو الملامح، يعني استاذ حميد، شنو هي الملامح الادبيه للروايه القصيره جدا؟ انت ذكرت ما يمكن حذفه من الروايه الكبيره حتى تصير قصيره،
لكن ما ذكرت لنا شنو الملامح الادبيه للروايه القصيره جدا، يعني عمليه الاختزال موجوده بالقصه القصيره، يعني فتكرارها على الروايه القصيره ما اعتقد يفرق شيء مناسب. العمل طبعا هو اللي يفرض التنظير، يعني هل المتلقي قبل هذا النوع من الروايات؟ انا يعني الروايه قصيره جدا في جلسه الزمان تعاملت فيها كقصه، قصه طويله مو فرد مشكله، يعني بها ملامح. فاحنا نقول اكو وحده حدث معاصره بالقصه القصيره، يعني شنو فرقها بين القصه القصيره؟ وما هو الفرق بين القصه القصيره والروايه القصيره؟ جدا ما اشوف اكو فرق كبير، يعني نفس التقليص نفس التكثيف نفس. اذا هذا المصطلح يعني اذا فرض المتلقي نقدر نفرضه بالتنظير، لازم يكون قبول اكو اقبال على هذا النوع من الابداع حتى نقول هذا يعني الشعر السياد. ما فرض، هو بعث قصيده والقصيده نشرت في بيروت وهم اخرين قالوا هذا الشعر مالتك يختلف عن الاخرين وانت يعني سباق في هذا الموضوع، فالاخرين لازم يقولون انه هذا عمل مقبول وبالتالي يتعامل وياه كعمل وجنس. اما الاجناس نحددها بعدد الصفحات والحجم، فيمكن هذا الشيء يظلم عمل الابداع. احنا دائما في نفتش على عناصر النص. أستاذ حمدي يبدو في مشكلة في النت. النت ضعيف. النفسيات ومو شكل الإنسان الصيني معروف، دواخل الإنسان، وإحنا كل إنسان له بصمة معينة. إحنا نحب نشوف رأي الكاتب بهذا المكان ورأيه ووصفه الفني، يعني الوصف مهم جدا لا يمكن إلغائه. الصفحات لا تحدد الأجناس الأدبية. شكرا. شكرا شكرا جزيلا. أن الأستاذ حمدي العطار أيضا يذهب بنا إلى يعني تكرار نفس السؤال. أنا بدي أذهب إلى الأستاذ هاتف، بعد ذلك أذهب إلى الأستاذ الدكتور سعد التميمي. أستاذ هاتف أتمنى أن يكون عندك الصوت جيد. أستاذ هاتف، أستاذ هاتف تفضل تفضل. أستاذ هاتف أنت سمعت ربما للمداخلات، هناك مع أن يكون هناك نوعا أدبيا أو نوعا عفوا روائيا يسمى الرواية القصيرة جدا، وهناك من يقول لا داعي لذلك لأن لدينا القصة القصيرة وهي تحتمل هذه المواصفات وتحتمل إن شاء الله إلى 9000 كلمة. في بعض الناس يقول الهامش الموجود ما بين القصة القصيرة ثم الرواية القصيرة، يعني هامش ليس ذلك الهامش الضخم. تفضل أستاذي. أستاذ هاتف، أستاذ هاتف الصوت جو جو. أستاذ هاتف ما في صوت، يبدو أن الأستاذ هاتف لديه مشكلة. أذهب إليك أستاذي العزيز الأستاذ الدكتور سعد التميمي، هناك ما جعلك تنفعل أو ما جعلك يعني تعيد ربما أنك تطلب الحديث، تفضل. ما لاني اطلب المداخله العزيزه ضحى عبد الرؤوف خلت الاكاديميه بمقابل ان نقول الاكاديميه صراحه هي نظرت هذه الرؤى والاكاديميه الحقيقيه. انا احترمها طبعا في الجامعات الغربيه. أنا هو بدي أحدثك عز، أنا أحترم الأكاديمية جدا، الكتب بطبعه متمرد خصوصا اللي غير منضبط. إحنا مع التمرد الكتب ما أريد نضيق، لكن قضية الأكاديمية أحيانا إحنا دائما نقول اللي نشتغل وسط الأكاديمي والوسط الثقافي نقول هناك ملاحظات اللي محتوين نشتغل هنا وهنا. إحنا أكاديميين عندنا ملاحظات على الأكاديمية وعندنا ملاحظات على الوسط الثقافي. الوسط الثقافي أحيانا يشتغل في الخطاب النقدي في الثقافي يشتغل بدون ضوابط مطلق تماما أحيانا، والمؤسسة الأكاديمية أحيانا الأكاديمي يبالغ يكون منغلق
علينا نكون وسطيين في هذه القضية. أنا من أتكلم طرحت العزيزة ضحى أنه الفكرة هي اللي تحدد، لا ليست فقط الفكرة. يعني أنا الآن كاتب قصة قصيرة من فكرة معينة، الوعي اللاوعي يتجه يهيئ نفسي إلى فكرة. إذا الحدث يريد ينقلني إلى رواية، أمتلك هذه أدوات الرواية ولا لا؟ الآن يتحدث، يجوز الآن أصبح المبدع يكتب القصيدة، يكتب السرد، يكتب الرواية بحث آخر. إحنا من نتكلم كل فكر بالتأكيد أحيانا يكتبون القصة والرواية، ولاحظ هنا الوعي عندما يجد بأن الأحداث والقصة اتسعت تشعبتك تتحول إلى رواية، هو ينقلها. جزء القصدية في البداية أن تكون قصة، لكن بعد ذلك عندما ينتهي معدها يجدها بأنها رواية. هي الفكرة ليست فقط الفكرة من تحدد قصدية الكات، هو قصديته. مثل ما الآن أنا أحترم قضية أختلع الأستاذ حميد الحريزي، لكن يعني قصديته هو عندما يكتب، وين اختلفت معه؟ لأن هو الآن في كتابته يقصد أنه الرواية القصيرة جدا. أنا أقول هذه الضوابط، الرواية القصيرة جدا لا تنطبق على مصطلح الرواية. الرواية أعتقد وقفت عند ما عربيا فقط، إنها وقفت عند ما يسمى الرواية القصيرة، الرواية القصيرة. أما القصيرة جدا يعني متروكة للزمن، وآسف لأن دخلت يعني. شكرا، شكرا جزيلا دكتور سعد. على فكرة أنا هسه في هذه اللحظة أتذكر أن التيك توك عندما بدأ ب 59 ثانية، وبعد ذلك اليوم صار إلى 20 إلى 30 دقيقة. فيعني التحدي الكبير جدا هو دائما في التكثيف. وربما أيضا كنت قبل مدة تحدثت عن فيلم، أو كنت في مداخلة حول فيلم حادثة شرف، قصة يوسف إدريس، الدكتور يوسف إدريس. عندما قرأت القصة أحببتها أكثر من الفيلم حقيقة، وهي قصة قصيرة وليست قصة طويلة، ولكن فيها كل الأحداث الذي يتحدث عنها في تنظيرات الأستاذ حميد الحريزي: تعدد الأمكنة، تعدد الشخصيات، تعدد الأفكار، تحول الأقدار أيضا، يعني تحول الأقدار والأفكار العميقة اللي هي لا يفصح عنها الشاعر في كلمتين أو ثلاث كلمات أو توضيحات، ولكن يوضحها أيضا تصويريا. فحقيقة أحيانا حتى يعني ربما يعني كما قال الأستاذ الدكتور سعد التميمي، كما قال بعض الأصدقاء، توجد قصة يكون لها توهج، يكون يعني أشبه، وفي أفلام قصيرة حصلت على الأوسكار يا جماعة يعني، وفي أفلام طويلة جدا يعني 4 ساعات وفشلت فشلا كبيرا. يعني مثلا أنا دائما منظوري، أو دائما أتأثر بالمنظور السينمائي، ففي يعني أفلام طويلة جدا وكذا وبإمكانيات ضخمة وفشلت فشلا ذريعا. دعوني أذهب إلى الأستاذ هاتف مسك الختام في الجولة الأولى. أستاذ هاتف تفضل، السلام عليكم. نسمعك، تفضل 5 دقائق لمداخلتك حول هذا الصراع، أو حول هذا يعني النقاش حول هذا النوع. هل يجب أن ندعمه نعم. ليعيش، أم يجب أن نذهب إلى أشياء أخرى؟ تفضل. نعم، قبل كل عظيم محبتي ومودتي لجميع من استهدف الحقيقة، يعني أدباء لهم وزن، والبعض أعرفهم وأقرأ لهم، وخصوصا يعني الرجل حميد الحريزي. أنا شخصيا كتبت عن حميد الحريزي أكثر من يعني 4 مرات وعلى أجزاء طويلة، يعني تستطيع أن تقول كتبت عنه أكثر من 80 صف، لأنه الرجل الحقيقة يعني لديه الكثير من الإبداع. يعني هو متنوع، شاعر وناقد و رواية وكاتب قصيرة، لكن هذا النوع مثل ما أسميته الصراع الدائر، هو فعلا لا فعلا صراع، يعني صراع كلمات يعني أو اختراع جديد بشكل عام. يعني الرواية بشكل عام السنة حتى استقرت وأصبحت على هذا الحال، يعني يقال أن الرواية
يعني والمسرح والبوكاي هما من الاجناس البطيئه جدا في الاداره، بطيئه جدا في اخر 600 سنه، المسرح والموسيقى والروايه. لكن لو ناتي الى السيناريست، الى السيناريو، السيناريو هو الجنس الوحيد الذي انتشر بسرعه، لانه اخذ فقط 50 سنه حتى السيناريو. انا القصد من هذا يبغيه حميد الحرجي، هل نكتشف ان الروايه بسيطه جدا تعتبر كسيناريو باعتبار السيناريو هو اختزال للروايه، الروايه طويله جدا، ثم ياتي السيناريست يلتقط بعض الاجزاء ولكنه يكتب بصوره مرئيه. فحميد الحريدي كتب بصوره كلماتيه مرئيه، يعني كلمات كتب حميد الحريدي في صوريه، واعتقد انه اقترب الى السيناريو، والسيناريو هو من الاكثر من اكثر الفنون شيوعا وحتى في الربع، ولهذا يقال السيناريو او السيناريو هو اغلى سكرتير، طبعا ليس عندنا ولكن في البلدان المتطوره والمنتجه للافلام. هنا التناول الروايه لها علاقه كبيره بالسينما، هناك ارتباط وثيق بين السينما، فالسيناريست هو الاكثر شيوعا وهو حتى الربعيه. القصد من هذا سيد الحريدي اقترب او حاول ان يكتب او حاول ان يقرب السيناريو مثال، انا حسب ما قراته، لانه لم يتناول الحدث الخارجي. الحدث الخارجي هو ما يحيط بنا بالضبط مثل ما تفضل، ما يحيط بنا، اما الحدث اللي هو ركزه الحدث الداخلي هو ما في خواطرنا وفي نفوسنا من صراحة. لكن هل تصلح الرواية القصيرة جدا لمادة فيلمية؟ أعتقد أنها تصلح، أعتقد أنها تصلح بما ربه في القفشات التلفزيونية أو المكاشفات أو الأضواء، هذه تتخذ على شكل حلقات قصيرة جدا في التلفزيون أو حلقات يعني مسلسل ثلاثي فقط مثل ما نرى في رمضان وغيرها الذي 30 حلقة. أعتقد الرواية قصيرة جدا من الممكن أن تنفع في هكذا فنون، يعني من ثلاث حلقات أو أربع حلقات باعتبارها مختزلة وتفي بالغرض وتصل القارئ بشكل سير مثل ما تفضل. هو نحن في عالم، بالفعل أنا 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 غادرت إلى أكثر من 30 دولة، يعني لو أقرأ رواية ويشرح عنها عن البرازيل أنا لدي مفهومي عن البرازيل، لو يشرح عن كولومبيا أنا لدي مفهومي عن كولومبيا، هذا هو مفهوم عميق. وبالفعل أنه التجريب والمبدع يحرب حتى يأخذ مداه، فأنا مثل ما أقول ربما الرواية قصيرة جدا تأخذ مداها، لكن كم من السنين يعني هذا ما لا نعرفه، لأن الرواية أخذت 600 سنة مثل ما قلت حتى انتشرت. فأعتقد يعني حميد الحريدي يعني هو من نوع لما تطرق إلى هكذا أسلوب، أعتقد هو التجريب والمبدع، والمبدع هو مثل الماء، أي مبدع سواء كان شاعر أو كان فنان، مثل الماء مهما حوصر يحاول أن يشوف طريق آخر يستمر في إبداعه. فأعتقد الرواية القصيرة جدا يعني كتسمية جديدة علينا، من الممكن أن تأخذ مداها، ولكن لا نعرف متى وكم من الزمن أن تأخذ. ولكن على الرواية أنا أعتقد على الرواية إن كان يكتب قصة قصيرة، على الرواية أو قصة قصيرة جدا أن يذكر أن الرواية المادة الغذائية الرئيسية للسينما، والسينما الفنون أيضا الأكثر شيوعا والمحبوبية، لأنها تتعلق أن تلنا جميع الأشياء بشكل سريع. السينما تتعلق بالرواية وتستمد غذائها من الرواية، لأن السينما
خطرة جدا، خصوصا في وقت الطغاة، لأن السينما يفهمها الأمي حتى وإذا كانت بلغة أم، السينما يفهمها الأمي، ولهذا تكون خطرة للسينما. بالضبط مثل ما نسمع أعطني خبزا والسينما أعطيك شعبا مثقفا، وهذه لن تأتي اعتباطا. هناك موظفة في تعمل في تربية الأطفال، زارت إحدى العوائل، ووجدت العائلة فقيرة جدا، تتكون من زوج وزوجة، إلى أنهم يمتلكون طفلا ولكنهم يعون. فسألتهم لماذا الكم الهائل من الأطفال؟ فقالت لها الزوجة: نحن لم نمتلك خبزا، لم نمتلك تذكرة السينما لنذهب، ولهذا نبقى في البيت. هذا مفهوم السينما الذي تأخذ غذاءها من الرواية. فأنا يعني القصة القصيرة التي تناولها الروائي حميد الحريري، ومبدع الرواية ومبدع في القصة القصيرة، أنه تناول القصة القصيرة جدا التي تنفع للقارئ كقراءة، يعني كقراءة سريعة، ويستفيد من الحدث الداخلي لها. ونحن نعرف أيضا يعني هكذا روايات مثلت في عديد من الأفلام، تتناول شخصين أو ثلاثة على سبيل المثال. هناك حبكة في الحبكة الثنائية، الزوج والزوجة، الحبكة الثلاثية، الزوج والزوجة والخادمة، والحبكة الرباعية، وهكذا. وهناك حبكات تناولها الأفلام لربما 6 أشخاص، وعديد من هكذا أفلام قصيرة جدا تتناول شخصيات أيضا قليلة جدا. لربما تفكير حميد الحريري بهذه الطريقة، وهو ما تجريه، لننتظر ماذا سيكون في المستقبل. هل ستأخذ الرواية القصيرة جدا مداها؟ وهذا يعني كفيل وصلت به أفكارك الزمن. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا، وصلت أفكارك. إذا نحن هنا مع تحدي ربما هو الممارسة. إذا حدثت هناك ممارسات وحدثت تجارب كثيرة جدا، يعني إن لا يكون مجرد 4 أو 5 يكتبون في العالم العربي، أو 6 أو 7 الرواية القصيرة جدا، ولكن عندما يأتي جيل آخر أو دين كبير، جيل كبير جدا، يعني هناك جيل يعني أبدع الآن في التيك توك وفي الفيسبوك والأفلام القصيرة، حتى السوشيال ميديا، يعني في بعض المشاهدات واللقطات ستجدها أنها فيلما كاملا تحتوي على أفكار، يعني سواء في العالم العربي أو العالم الأوروبي، من الصين، من كوريا. عندما أشاهد بعض المقاطع على التيك توك، حقيقة هي يعني الفكرة موجودة، الدراما موجودة، الصراع موجود، الفلسفة موجودة، رغم أن المادة تكون في حدود دقيقة. إذا نعود بالجولة الثانية، وسأبدأ مع الأستاذ راسم الحديثي، 2 دقيقة فقط لكل متحدث، وأختم معك أستاذ حميد الحريزي، بحيث أنك تسجل كل ملاحظاتك أو كل ردودك، ونحن هنا لسنا طبعا لنثبت شيئا او لننفي شيئا، بقدر ما نبدا ان ندخل في هذا المحيط او هذا البحر او هذا النهر، بما فيه من حياه، وبما فيه من جمال، وبما فيه من اناقه، وبما فيه ايضا حتى بعد ذلك لو لم تكن روايه قصيره جدا تكون روايه قصيره، فهذا لا يمنع ان نخلق جمالا. استاذ راسم الحديثي، بالله 2 دقيقة فقط. أهلا وسهلا. إنني أؤكد قتلا ما تطرق إليه لحد التنين، وأقول أعيد: الشعوب ليست متشابهة في الصفات. عندما نقول الصيني، الصين تتكون من طبقات: الفقير الذي لديه صفات وملابس معينة وملامح معينة، هنالك البواتي والبرجوازي الكبير. في كل شعوب هنالك اختلاف مواصفات، وعليه الوصف يبقى هو لازما. يعني أن الرواية القصيرة جدا ألا تغرق في أو تتطرق للوصف، هذا غير صحيح. للوصف
لوصف الشخصية، وصف نفسيته الداخلية، ملابسه، أشكاله. البنايات لا تشبه فرنسا، هناك الفقير، هناك الوسط، وهنالك الغني. فإذا يبقى للوصف الداخلي والخارجي للروائي ضروري. نتمنى التوفيق للجميع. شكرا شكرا جزيلا. أذهب دكتور حسين. دكتور حسين دقيقتين لو سمحت، ونحن هنا ننتهي، وفي الجولة الثانية من هذا اللقاء، وهو أعتقد ربما يكون مدخل سواء عبر منتدانا أو عبر منتديات أخرى أو عبر نقاشات، وربما أيضا رسائل بحثية، ماجستير أو دكتوراه. تفضل أستاذي دكتور حسين. أولا بالنسبة لمسألة قصيرة جدا، يعني ولن يدير هذا المصطلح أي رأى نقدية، لأن كل المصطلحات التي ظهرت في القرن العشرين إلى اليوم حولها خلاف، من قصيدة تفعيلة أو من قصيدة الحر إلى قصيدة النثر إلى قصيرة جدا. مصطلحات المعروفة لدينا القصة الرواية والرواية القصة، مصطلحان موجودان، النوفل والنوفيلا. المصطلح الجديد اللي احنا اكتسبناه أبا هو كلمة جدا في سياق الرواية القصيرة جدا. يعني هذا مثار للنقاش، وأنا أظن أنه لا يمكن الحجر أو مصادرة أي مصطلح يمكن أن يضع المبدع على نص ينشره، يعني من حقه أن يضع عليها، حتى الرواية جدا ممكن يضع عليها شخص آخر، ممكن عليها رواية قصيرة. يعني أحد اللي يريد أن يكتب كتابا عن الرواية القصيرة جدا، سأترك الكتاب عن روايتك، لأن روايتك فيلا، وسأخذ روايات حميد الهريري بصفتها رواية نموذجا، روايات قصيرة جدا. قلت له بالعكس، يعني هذا يفرح، أنه إحنا بينا أنه في الأخير يعني. لكن أنا عندما كتبت على مجموعتي على روايتي رواية قصيرة جدا كلمة جدا، خلاص هي رواية قصيرة جدا، سواء كانت 5000 10 آلاف كلمة. حتى القصة التي وجدت لها أكثر في مقالة كتبتها نقدية، وجدت لها أكثر من 120 اسم، ولكن لم يغير هذا من كونها قصة قصيرة جدا، هو الاسم الوحيد الشائع، ولن يغير أي اسم ممكن أن تطلق قصيرة جدا في المستقبل منها. يعني خلص المصطلح ثابت ومستقر، وعلينا أن نتعامل معه بطريقة يمكن أن تكون إيجابية أو يمكن أن تكون رافضة المصطلح. يعني إلى الآن هناك كاتبة أفتنا بالكتابة النسوية، ولكن مثلا في هناك منظورات نقدية جديدة ونظريات نقدية في الكتابية والنسوية، ومع هذا يعني تجد من يعترض ويرفض، وأيضا تجد من يعترض ويرفض قصيدة الشعر الحر، وبعضهم يقول قصيدة. هذه مصطلحات مثار نقاش، ولكن أيضا في الوقت نفسه نحن نعتز بهذا المصطلح، والرواية القصيرة جدا نكتب فيه، وله للحميد الحريري بداية مبكرة، يعني نعتز فيها ونقدرها، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور حسين، ونبارك لك أيضا صدور إحدى أعمالك من نوعي الرواية القصيرة جدا. أذهب إلى الأستاذ جمعة عبد الله. أستاذ جمعة عبد الله لو سمحت بالله دقيقتين، وبعد ذلك هذه الرواية ما شاء الله، مبارك 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 جدا للدكتور حسين الأنصار، الحسين المناصر عفوا، على هذا الإبداع. أستاذ جمعة، إذا الصوت، أستاذ جمعة الصوت، أستاذ جمعة الصوت، ماي أستاذ جمعة الصوت، أستاذ ايه
طبعا دقيقتين طرح احترمه آراء محترمة ومقبولة وحوارات رائعة حسينة في تعريف الرواية القصيرة جدا، رغم اختلاف الرؤى بين الأساتذة الأفاضل، بس هذا شيء صحي وإيجابي، الاختلاف صحي، يعني ما هناك شيء كان ولا هناك يعني وضع بشكل قوالب جاهزة، كل القوالب جاهزة للنقاش والحوار والجدل. بالتأكيد مثل الشعر، السرديات الروائية متداخلة، مثل الشعر متداخل، مثلا القصيدة القصيرة، القصيدة الثلاثية والقصيدة الهايكو. القصيدة الثلاثية هي سرسال في رسم الصورة، القصيدة الهايكو هي تعتمد القفلة السريعة والخافضة. القصيرة تختلف عن القصة القصيرة والقصة الطويلة، عن الرواية القصيرة والطويلة جدا، لأن القصة القصيرة والطويلة تعتمد على شخصية واحدة وحدث واحد مع تفرعات جزئية، لكن الرواية تعتمد على شخصيات بطولية مختلفة، على أحداث أكثر من حدث. فالرواية القصيرة جدا هي بالضبط هي رواية طويلة بس مضغوطة بالاختصار والتكليف والتركيز والصلاح. يعني أعتبرها شيء مقبول، رغم البعض يعتبرها قصة قصيرة طويلة، بس القصة الطويلة يعني تعتمد على حدث وشخصية بطولية، بينما نجد خمس روايات القصيرة اللي كتبها الأستاذ حميد الحريزي شهد أحداث مختلفة، مكانات مختلفة، وصف مختلف، شخصيات بطولية مختلفة، يعني أي فهذا شيء مبدع. يعني الرواية القصيرة هي اختزال الرواية الطويلة، هذا شيء مؤلف وأختبر شيء مبدع ومبتكر جديد. ممكن نشوف شيء آخر، يعني ماكو شيء جامد، كل شيء كل الأصناف الأدبية هي متحركة ومتجددة وتقبل للبناء والتطوير والصياغة جدا، بس يبقى الأستاذ الحريزي هو البادر في كتابة الشكل الروائي القصير جدا. وشكرا. شكرا جزيلا. اذهب استاذ سمير بيا. سمير اخي حميد مرحبا مجددا. اكيد بدون اسال حتى اطيل يعني استاذ قال جيد ما سمعنا عليه كله، هذا يعطي فكره على هذا الجدل القائم، وهذا كما اشار الاخ الذي سبقني كله في صالح القضيه، يعني كله تراوى مزيدا من الإطراء لهذه المسألة، خاصة المسألة الأدبية، وهذا صحيح، هذا يعتبر صحيح الأديب وصح كذلك النقد. يعني وهنا أعود إلى الدرس النقدي أو الخطاب النقدي، طبعا هو يصير يعني يرافق قطوة يعني حتى المبدع، يعني عندما تتراكم إنتاجاته. والأخ حميد الحريزي كان سباقا وأنتج الكثير من هذه الروايات تحديدا القصيرة جدا. طبعا فقد تريد أن أسأله هنا أين يجد نفسه، وهو كتب في الجسد، كتب في الرواية القصيرة وجدا في الرواية الطويلة. سؤال فقط أريد أن أسأله أين يجد تحديدا، يعني في هذا النمط أو في هذا النمط، يعني في كتابة الرواية القصيرة جدا أو في كتابة الرواية الكلاسيكية أو الرواية الطويلة. وكما قلني المبدع يبدع، وطبعا هو بطبيعته كما قال هو مبدع دائما
اللي هو هذا الخطاب وهذه الرؤية وهذا البحث عن الطابع الخاص والتمر التقاليد وكل القوالب، وهذا يحفظ نص جدته. يعني هو ممكن يبحث عن طريق جديد أو يريد التجريب، يعني التجريب مفيد في الأخير، مفيد للتجربة الذاتية وكذا، مفيد حتى للمتلقي. أنا كمتلقي أولاً، لا أولاً أنا متلقي، إذا قرأت النص أكيد سأجد فيه شيئاً من ذلك، وكذلك سأجد فيه ما يهمني حتى على المستوى. يعني لحظة الكتابة الوعي بالكتابة قد تكون قد تولد في النص، يعني ليس من أول يعني سابقة للنص، يعني قصة رواية، وأقول الآن سأبدأ بالكتابة، أجد نفسي رواية أو العقل هو وعي بالكتابة حسب رأيي وداخل النص في حد ذاته، ليس سابقا عن النص. شكرا لكم جميعا، يعني ونشكر مجهود الأخ حميد الحريزي، وأرجو له المزيد من العطاء والاطلاع على تجاربه والاهتمام بها وكذلك الاستفادة منها، ونحن بعض البعض هذه الملتقيات وهذه توضيء الجوانب الأخرى، يعني وهذا جيد، ونشكركم جميعا. شكرا، شكرا جزيلا الصديق العزيز سمير بيا. أذهب إلى الأستاذة ضحى. أستاذة ضحى، ونحن الآن في الجولة الختامية، الضحى ثم الأستاذ الناقد حمد العطار هاتف، ثم الدكتور سعد تميمي، ومسك الختام حميد الحريزي. أستاذة ضحى، إذا بدك في سؤال أو كذا، أستاذ حميد ممكن أن تدون الأسئلة، يعني مثلا سؤال الأستاذ سمير أو أي ملاحظة يقولها، بحيث أننا نعطيك. أنا ألكم بس زودت على تفضلي تفضلي. أنا سألت تحيتي لك أنا يمكن على ال إيه نعم، هل لديك شيء تريدين أن تضيفينه؟ يعني نحن الآن في الجولة الختامية. أطرح سؤال، إنه الفكرة هي الفكرة هي اللي بتحدد هو بنشي، خصوصا إنه هو ناقد كاتب روائي، هو قادر يعني هو يفوت بهالنوع، أو هي الفكرة بحد ذاتها هي اللي خلقت عنده هيدا النوع؟ لأنه من شوي كلام الأخ اللي كان آخر شيء هي خلتني استوحي إنه نحن ضمن الحديثة، ضمن التيك توك، ضمن الشبكات التواصل الاجتماعي، كل هيدا فرض على الكاتب رؤى جديدة مطبية شأن أبينا، لأن هيدا العصر قديش الفكرة هي اللي بتفرض عليه القصة القصيرة جدا أو الرواية الطويلة أو القصيرة. هذا سؤالي للأخ الحديثي. جميل، إن شاء الله يرد عليه فقط عندما يأتي في الختام. وأنا استمتعت جدا على فكرة، استمتعت أيضاً جدا بالحوار أنه كتير مصورة، بتخليها تشرق راسك الأفكار، يعني بتعطيك كتير أفكار جديدة، أفكارنا مطروحة قبل، حتى أنك أنت بعدين ترجع فيها وتستثمر أنك أنت تكتبها مطول. الجلسة جدا مفيدة، وألف شكر لكم. شكرا جزيلا، ونحن هنا لسنا لنثبت حق مثلا من هو الأول ومن هو الأخير، بقدر ما أن ندخل في عمق هذه الفكرة، بقدر ما نعيد أن نفكر. حتى أنا ككاتب وكتبت بعض التجارب، ولكن أعيد التفكير حقيقة من حين إلى آخر في هذا، أو في التفكير والتأمل في هذا النوع. فلم أعد ذلك الشخص اللي هيك بده يعني يقفز حول العالم ويصرخ القصة القصيرة جدا، يجب أن تعترفوا بها، القصة القصيرة جدا. يعني القصة يعني نقدم إبداعنا ونقدم محبتنا ونقدم كذا. أذهب إلى الأستاذ الناقد حمدي العطار. أستاذ حمدي، أستاذ حمدي عندك دقيقتين بالله. نعم. بعد ذلك الأستاذ هاتف، الدكتور سعد تميمي، ومسك الختام الأستاذ حميد الحريزي. ويلكم. تحياتي للروائي والقاص والناقد والشاعر حميد الحريزي. ذكر حميد الحريزي في كلام في البداية، قال هذه الرواية قصيرة جدا، ممكن أن يحملها الشخص مع في السفر في القطار ويقرأها، يعني كيف النقل أو الاحتفاظ بها بهالمواقف، هذه أسهل من الرواية الكبيرة. طيب أستاذ حميد حريزي، أنت نشرت كتاب أربع روايات قصيرة، هذه أربع روايات
قصيرة جدا حجمها حجم الرواية العادية. يعني ما هي الحكمة نقول عملية سفر، عملية القطار، عملية كذا. احنا بحاجة أستاذ حميد أن توضح لنا المشروع اللي أنت تجتهد به. نحتاج إلى معرفة الملامح الأدبية، ما نقول فقط تكثيف واختزال، الملامح الأدبية للرواية القصيرة جدا حتى على نقدر نقيم عمل هذا ونحط له معايير معينة. وأتمنى التوفيق. شكرا، شكرا جزيلا. أذهب الأستاذ هاتف. أستاذ هاتف دقيقة وتسعة وخمسين ثانية بدأ العد التنازلي. أستاذ هاتف الصوت، ما في صوت، راحت عليك أربع ثواني. السلام عليكم. أوكي تفضل. نعم عليكم أسمع. نعم نعم نعم، تحياتي مرة للجميع وما قدموه. يعني أنا أعتقد كافكا، يعني هذا الكاتب الشيكي المعروف، يقول لا يحمل الفكرة التي في رأسك سوى كأنت. يعني وأنا هذه الحقيقة يعني زرت تشيك براغ ورأيت تمثال فقط لهذه المقولة. يعني إذا أحد سافر إلى براغ، هذا لكافكا. واضح صوتي رجاء؟ فالذي إلى براغته فيرى هذا التمثال فقط مقولة، الذي يحمل، لا أحد يستطيع أن يحمل الفكرة التي في رأسك سواك أنت. القصد من هذا طبعا يعني هذا كافكا اشتهر فقط في التحول، وأما إذا تقرأ له رسائلي إلى ميلينا، يعني عشيقتي ميلينا، أصلا ستزهق وتقول هذا هو كافكا، هذا هو كافكا رسائل، وكأنها عبارة عن شخص كان في قصة. يعني لا تحمل أي شيء. وأنا أستغرب أنه هذه المكانة دي كافكا الوقت المكانة أتت من فكرة التحول، وهذه قال لها قال بها وفعلوا لوتال. المهم القصد من هذا أنه نحن الآن يعني جالسون في جلسة نقدية، يعني هو نقد، سواء إن كان نقد بناء أو إن كان نقد آخر، لأنه هو النقد يعني إن عبتهم عابوك وإن تركتهم تركوك، يعني هذا هو أسلوب النقد. يعني حتى منذ أفلاطون أبعد الشعراء، لأن الشعراء قال عنهم أنهم مستلهمين وأنهم الغيب وأنهم مهمومين، أنهم في حالة من السحر، ولهذا وأنهم في غيبوبة، في حالة من الشحن والتفريغ. ولذلك قال إفلاطون أنهم لا يصلحون إلى مدينة الفاضلة، لأنه إفلاطون كتب على جامعته قطعة الذي لا يحمل الخبرة في الرياضيات لا يدخل إلى مدينتي، ولذلك استبعد الشعراء. ثم جاء سقراط لا أعطى الحق للشعراء، حتى جاء القرآن الكريم وأصبح يعني أشبه بالتناص مع إفلاطون، وأبعد شعيدا على الأولى والشعراء يتبعهم الله، وهذا الذي نعرفه. القصد من هذا أنه كل فكرة لا بد أن تكون مثار للجدل والنقد، كل فكرة تكون مثار للجدل والنقد. وها نحن جالسون ونناقش ماذا تعني القصة القصيرة جدا. يعني أعتقد كل فكرة يعني سينما بدأت في بيت اسمه الأخوة نمير في لندن، وكانت تحمل فقط تصوير مشاهد للمرة في الشارع. لكن انظر الآن، وكانت في وقتها يعني استهزاء، ما هذا الفن، هذا عليك. ولكن الآن إلى سينما، إلى حين وصل من الأمير، ثم أخذت تسلسلها لشابلين، بعدين ثم دخل الصوت، وهكذا وصلت السينما إلى ما هو عليه الآن بشكل شائع، هي الشريط الزمني للأبدية بالضبط. يعني القصد من هذا هو أن ما أتى به حميد الحريزي، وإن كان حتى شيئا جديدا أو بسيطا، إنه داع شيء جديد يستحق أن نجلس وأن نناقش وأن نقول وأن نعطي آراءنا، وبالتالي
نحن جالسون هنا، وإلا ما الفائدة من جلستنا هذه؟ لأن حميد الحريزي عجيل، وحميد الحريزي أبدع، وكل لا يمكن أن يرمى في سلة المهملة، بل يناقش ويراد له التطوير ويشجع ويأخذ مساحته والجدل. أن فقط ما أضيف لكم جميعا، شكرا جزيلا أستاذ عزيز، جعل ونناقش أيضا للأدباء جميعا، لحمد الله لحسين المصرى للآدم الذي أعطاني الفرصة وجعلنا نتكلم ونتحدث بكل حرية وطلاقة. شكرا لكم جميعا، وأنا سعيد وأنا مرتبط بكم جميعا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، نلتقي بكم إن شاء الله كل جمعة على منصة المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح. يعني هذه ربما الندوة ستقود عدد من المنتديات وربما لقاءات مع الأستاذ حميد ومعكم ومع حتى الذين يمارسون أو يهوون أو يريدون الدخول إلى هذه المغامرة كما يسميها أيضا الأستاذ حميد، ولا يفرض يعني حقيقة ولا يقول أنا وبعدي وليس قبلي وكذا. وهذا الذي أعجبني كثيرا في الأستاذ حميد الحريزي، يعني أنه حتى يذكر أن هنالك ربما ملامح ويعني فكر فيها وتأملها كانت قبله، والنقاش مفتوح طبعا، بوابة النقاش مفتوح. أستاذ حميد الحريزي، نهاية اللقاء مسك الختام يكون معك، أعطيك أربع دقائق. الدكتور سعد، دكتور سعد والله دورك، تفضل دكتور سعد. صحيح انا نسيتك دكتور سعد. يعني دكتور حسين، تحياتي الى دكتور حسين ناصر، يقول احنا كتبنا وعليكم ان تقبلوا كذا وخلاص، تريدني خلاص وما تديني يعني حق الرد. انا ارجع اكد يعني تحيات استاذ حميد هذا المنتدى الجديد اللي واكبناه لسنوات، تحياتي للأستاذ الكاتب والشاعر المبدع حميد الحريزي، تحياتي جميع من يكتب تحت هذا العنوان، حتى يعني يبقى النص نتفعل، يبقى هو تحت التجربة ممكن. وأنا هذه اللحظة دائما نقول اشتراح النظري والمصطلح يحتاج له فن التجميل الأخذ حتى يستر هذا النص. كذلك يعني من دكتور حسين يعني خلينا نقول يريد حرية أن يكتب بهذا العنوان، يعطينا أيضا حرية أنه نختلف، ما نقول نرفض، أنا أقول نرفض، نختلف في 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 المصطلح. يعني الرواية القصيرة من 10,000، الرواية القصيرة من 10,000 إلى 20,000 كلمة، معروفة هذه الروايات القصيرة جدا. الآن تجارب، نحن نتجارب الوصف، الوصف ما موجود الوصف، يعني هسه نقول محدودية الوصف، هي موجود وصف الجسم موجود، طيب الفكرة نقول حدث محدث. لا ننسى بأن الرواية جانب كبير من بنائها هو البناء النفسي والبناء الاجتماعي، هناك رؤية لفسية، هناك أفكار، هناك رؤى، كل رواية لماذا الرواية جرت في المجتمع الأوروبي؟ نتكلم الرواية مثل ما المسرح والرواية غير يعني في التحولات التي في المجتمع الأوروبي. لذلك الرواية عمل، أنا أرجع أكد، يحتاج قنعونا بعمل ملحمي مكثف. ما قرأت أقول لحد لم يقنعني بأنه هذه من يدافع عن قضية، لم يقنعني لحد تدخل في باب الرواية، لكن لأن يحتاج قدرة عالية، حدث كبير، شخصيات محددة، لكن الصراعات كبيرة، تكون الصراعات الداخلية لهذه الشخصيات، تكون الصراعات بسيطة، وهذه الحالة تبقى في خانة الوصف لحد هذه اللحظة. لكن أنا لا
أقول يا أستاذ حميد اكتب على ما تب رواية قصيرة، ولا أقول للأستاذ عسين وبارك له هذا إصدار العمل، لكن أقول ما زال وهو قال في أثناء منه مثل ما قالت النثر غير، إذن هو الآن إحنا في مختبر، بعد وصلنا النتيجة حتى نعلم مختبر. أحسنت. وقت النتيجة عندما تكون ظاهرة خمسة كتاب وعشرة كتاب وغيرها ظاهرة اتجاه، إحنا لا تذكرون قصيدة النثر كتبوها قبل مجلة، لكن لم نجد يكون ويعرف البط كتب وآخرين قصيدة التفعيلة قبل السياب، هناك كثير من المحاولات أيضا لم يدرج، وحنا بعضها عندما أتالي فيما بعد نتمنى، لكن النص أنا ما أقول لم أقرأ كل ما كتب، أنا قرأت الآن ما اللي أمامي، وإن شاء الله أنتظر أحصل على الرواية القصيرة جدا للدكتور حسين، وأيضا لصديقنا حكمة الحق يمكن قراءة ذيك حميد، حتى أنه هذه الرواية قل ما زالت خلينا نقول في طور البناء وفي طور التجربة، لا ضير، لا أحد يحجر على أي مبدع. قلت في البداية القصدية عندما يقول هذه قصة كم هذه معروف، نحتكم لما يجنسه الكاتب، الناقد لا يجنس، قد يأخذ على يناقش لكن لا ليس له أن يجنس العمل الذي هو صاحب العمل هو. تحياتي للجميع، وأتمنى إن شاء الله أن تكون هذا الجنس يأخذ الوضع ويكون الأصدقاء لهم الريادة التاريخية. شكرا جزيلا. وهذه هي الندوة حقيقة، هي افتتاح لندوات ربما متعددة، سواء عبر المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح أو منتديات أخرى قد يستضيفون يعني أصحاب الكتب، دكتور حسين، حميد الحريزي، حميد عقبي وغيرهم من الذين يكتبون. أستاذ سمير بيا أيضا كتب أعتقد لديه محاولة أو تجربة في الرواية القصيرة جدا، وهناك مجموعة من الأعزاء ربما إحنا ننتظر فقط نشر مشروع كناية، يعني هو أعلنت يعني تقريبا بيان حكمة الحاج من يونيو 2023، يعني تقريبا قريبا سنة كاملة، ومن ضوء إعلان أو الندوة يعني حوالي 6 أشهر. فتعدد التجارب، تعدد النشر عبر تعدد المنابر، يعني ليس منبر واحد، نحن اليوم ربما الباب مفتوح تماما، لا يوجد أبوية، لا يوجد سلطوية، لا يوجد ميزان خاص يقول لك هذه الرواية القصيرة صح أو هذه ليست رواية قصيرة جدا. حتى أعتقد الأستاذ حميد الحريزي لا يضع نفسه يعني صاحب ميزان، يعني بحيث أن يصنف ويقول هذه رواية قصيرة جدا وهذه ليست رواية قصيرة جدا، وإذا وضع رأيه يضع رأيه أعتقد كمتلقي، كناقد، كصاحب تجربة، وليس كأب، يعني أب سلطوي، أب يعني إنفينيتيف، يعني أب مطلق، يعني أنا الأول والآخر وأنا صاحب الميزان وأنا صاحب المصطلح، وأي شخص يعني ممكن أن يتعدى على هذا المصطلح أو يعيد أو يضيف فأنا بدي يعني أقاضيه أو أرفع عليه قضية. لا، المسألة هي مسألة مفتوحة لكل المبدعين من مشارق الأرض ومغاربها. أستاذ حميد الحريزي لك يعني ختام المسك ومسك الختام، وحاول أن تكون قصيرا جدا جدا، يعني استخدم كل كل تقنياتك بحيث أن تكون قصيرا جدا، تفضل. يعني صحيح هذا المطلب أيدك به، بما أنه الرواية قصيرة جدا فيجب أن يكون الرد قصير جدا. الأستاذ راشد الحدثي، أنا لا ألغي الوصف تماما، ولكن أؤكد على ذكر ما هو متميز به الشخص فقط.
طبعا هناك ميزات خاصه للبنايه وللشخص تختلف من واحد الى اخر. اتفق معك دكتور حسين، شكرا لهذا الدعم الجميل، وشكرا لهذا الاستمرار في عمليه الابداع وكتابه الروايه القصيره جدا. الاستاذ جمعه شكرا لك، شكرا جزيلا لما تفضلت به، وهناك اراء كثيره حول الاستاذ سمير بيه، شكرا لك أستاذ عزيز. نحن متفقون إن شاء الله على بناء تجربة البحاء الملك. الفكرة هي التي تحدد النوع، أو النوع هو يحدد الفكرة الحقيقة. أحيانا الكاتب عندي الآن روايتين تحت الطبع، أنا مقرر أن تكون روايتين قصيرتين جدا، لكني حينما كتبت وجدت أنها لا يمكن أن تكون قصيرة جدا. الحدث يجب أن يمتد، يجب أن يتشعب. واحدة عن انتفاضة تشرين، عن انتفاضة تشرين ما استطعت أن أخليها رواية قصيرة، ورواية أخرى محموم أختصرها. فلكل حدث ولكل فكرة أسلوبها أو حجمها وإمكانية اختزالها أو عمعدل. الأستاذ حمد الله، نعم لابد أن تحتفظ الرواية بملامح الرواية الأصلية، تعدد الشخصية، تعدد الأحداث، وتتعدد الزمن. نعم ربما تكون الشخصية الرئيسية هي مهيمنة، وأما الشخصيات الثانوية فدورها بسيط جدا وسريعة الظل، تتكلم ما عندها ثم ترحل. وهذا كتبته أنا في مقدمتي لمجموعة الروايات. أما أن جمعت روايات أربعة، فيا أستاذ لا يمكنني أن أنتج وأدفع مبلغ لأربع روايات، كل رواية لها غلافة ولها كذا. من هذا الجانب أنا اختزلت وطبعتها في كتاب واحد، الرواية 30 ورقة، 25 ورقة، 40 ورقة، 20 ورقة، جمعتها في مجموعة واحدة لهذا السبب. الحمد لله عطار الأستاذ هاتف بشبوش، شكرا، وقد أبدعت ودخت حين قلت إن ما تكتبه هو ما موجود في رأسك أنت، أنت ربما لو يوجد في رأس الشخص الآخر. الأستاذ احترامي الكبير وتقديري للأستاذ الكبير الأستاذ سعد التميمي لما أبدأه من ملغات، وأنا أحترمه كثيرا. قلت حتى في تنظيري لكتابي وكتابي المقدمة، قلت الرواية قصيرة جدا هي مولود أنا فكرت به، كتبت نظرت له وألقيته بحر الأفكار المتلاطمة. عليه أن يثبت ذاته ويستطيع أن يصل إلى الضفة الآمنة، عليه أن يصل إلى المكان الآمن ليأخذ دوره، يتمكن من العوم ضمن هذه الأفكار مصيره. طبعا ليس، وطبعا كل ما هو جديد يجد المناظرة ويجد الرفض وربما يجد القبول، وربما الرفض أكثر من القبول في مجتمعاتنا، مجتمعات تقليدية اعتادت على ما هو ولم تعتاد على ما هو جديد. تحياتي لكم كثيرا، ستكون لنا كتابات أخرى. نحن إن شاء الله إنما كتبنا هذا النوع وهذا المصطلح، طبعا نمتلك وبرأينا نمتلك القدرة عن الدفاع عنه وإثباته والتجديد فيه. حتى من يقرأ روايات الخمسة فرقا بين روايات الأخرى وآخرها يجد تنوع الشخصية. يا ترى هو الأستاذ سعد التميمي ربما تفتح بعض الروايات الأخرى روايات كبيرة، ويقولون شيئات والرواية القصير جدا يمكن لا يكتمل ويبقى يحتاج إلى الإضافة وإلى الإغناء وإلى الإثراء من كل العقول المباشرة. وقصدنا من كل هذا هو الإيه والجمال وخدمة الثقافة والأدب. وشكري جميعا، شكري للأستاذ حميد عقبي للغادرة الجميلة للتعريف الرواية القصيرة جدا، شكري لكم، تحياتي. شكرا جزيلا. وحنا حاولنا ان تكون ساعتين بحيث تكون ندوه قصيره، يعني مش جدا قصيره يعني.
لان في ندوات احيانا بعض الناس يطولوا الى 4 ساعات او كذا. اذا اكون معكم ان شاء الله. شكرا لكل، اولا اود ان اشكر كل الذين حضروا، كل باسمه وكل بصفته وكل بمحبته واشراقته وابتسامته، وان شاء الله نلتقيكم الاسبوع القادم. دكتور تفضل. استاذ حميد، تفضل دكتور حسين، اذا عندك شيء سريع تفضل تفضل. انا لا اختلف، ايوه انا لا اختلف مع صديقي الدكتور التميمي في ارائه النقديه كاملا بصفتي ناقدا، واتفق ايضا مع الاستاذ حميد الحريزي في كل ما رحه بصفتي كاتبا، و يعني واعتقد اني يعني ممترديات في المسرح وغيره. لذلك الكتاب مشروع مفتوح والنقد مشروع مفتوح والراحة، واليوم احنا في عالم متحول وكل شيء، ولم طبعا المصادرة الا طبعا فيما يخص غير هذا الاطار اللي احنا بنناقشه. شكرا كثير. شكرا شكرا جزيلا على الجميع وعلى هذا النقاش الرائع والبديع، واكيد سيولد العديد من النقاشات، ربما يولد العديد من التجارب عندما نستضيف الاستاذ حميد الحريزي حول تجربته، فقط حول الـ5 القصص تكون مركزه نقديا، ممكن ان يكون ذلك بعد اسبوع. هناك كثير ان شاء الله احنا نستضيفك اذا احببت بعد اسبوعين تكون معنا. أنا بدي أدعوكم الأسبوع القادم، كنا قد تناولنا يعني على المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح قبل أسبوع تقريبا الكبش الفحل اليماني رواية حميد عقبي، ولكن في بعض الأصدقاء لم يستطيعوا أن يحضروا، وكذلك إيريس كنا تناولناها أو تم الحديث عنها على صالون ملتقى الحرف العربي الأسبوع القادم. نجمع الروايتين لأن في أصدقاء فعلا الأسبوع الماضي أو اللي قبله كان لديهم مجموعة من الارتباطات، نناقش رواية حميد عقبي إيريس والكبش اليماني، هيك أنا أعمل نفسي دعاية كمان هيك. فإن شاء الله ندعوكم للأصدقاء الذين لم يستطيعوا الدخول والذين يحبون أن يضيفوا أي شيء، يعني يكون حديث حول الروايتين الأسبوع الذي بعده إن شاء الله. نرحب بالأستاذ حميد الحريزي فقط في نقاش حول الـ5 الروايات التي أصدرها مؤخرا، والأسبوع الذي بعده يكون حول مسألة النقد أو النقد، مسارات النقد وإعادة إشكالية النقد. تحياتي محبتي، كنت معكم حميد عقبي، كل المحبة والتقدير لهذا الدعم وهذه الأناقة، كونوا معنا إن شاء الله. حميد عقبي باريس، تشاو تشاو. ميرسي بوكو، ليلتكم سعيدة. إلى اللقاء. خير، تحية لجميع الأصدقاء. حياتي. إلى اللقاء. حياتي. أهلا وسهلا.